خير. فترات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، حلقه الاربعاء 19 يناير 2022. صباح الخير يا جمانه. صباح الخير عليك يا حسام، وصباح الخير على حضراتكم جميعا. حلقه جديده ويوم جديد من صباح الخير يا مصر، وطبعا كل سنه واخواتنا المسيحيين بالف خير. عيد الغطاس كان امبارح، كل سنه وحضراتكم بالف خير. طيب خلينا بقى نبتدي كده حلقه النهارده بموضوع مهم جدا الحقيقه. مفيش شك انه ازمه كورونا كان ليها تداعيات اقتصادية على دول كتير جدا، وشفنا انه معظم دول العالم واجهت ده بانها بتعمل ميزانية انكماشية، او بمعنى اخر بتحاول تقلل الانفاق العام. لكن لو بصينا لمصر هنلاقي ان الموضوع ده واخد منحة تاني خالص او توجه مختلف، لانه احنا عندنا مشروعات كتيره وحجم تشغيل اكبر، بالتالي احنا محتاجين ان احنا نزود الاستثمارات العامه ويكون عندنا كمان ميزانيه ضخمه. واول ملامح هذه الميزانيه ظهرت امبارح في التوجيهات اللي اصدرها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الماليه، واللي اصدر حوالي 7 توجيهات. اولهم رفع الحد الادنى للاجور ل 2700 جنيه. اكيد ده هيكون ليه تاثير ايجابي على دخل المواطن وعلى مستوى معيشته، خاصة أنه دي مش أول مرة يتم فيها رفع الحد الأدنى، دي المرة الثالثة في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طب خلينا نبص أول مرة كانت إمتى؟ أول مرة كانت في يوليو 2019، وزادت وقتها حوالي 800 جنيه، يعني ارتفع الحد الأدنى من 1200 جنيه ووصل ل 2000 جنيه. الزيادة الثانية كانت في مارس السنة اللي فاتت بقيمة 400 جنيه، ووصل الحد الأدنى ل 2400 جنيه. امبارح سيادة الرئيس زود كمان 300 جنيه عشان يوصل الحد الأدنى للأجور ل 2700 جنيه. ولو وقفنا شوية عند الأرقام دي هنلاقي نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولى إنه في 3 سنين الحد الأدنى للأجور زاد أكتر من الضعف. النقطة الثانية بقى، وهي اللي لازم يكون تحتها مليون خط، هي إنه الدولة قررت من نفسها إنها تزود الحد الأدنى للأجور من غير ما احنا نطلب، من غير ما المواطن يطلب. يعني محدش من العاملين او النواب او السياسيين او الاقتصاديين قال اننا لازم نزود الحد الادنى، لانه اصلا لسه الناس صرفة الزياده الثانيه اللي هي 2400 جنيه في شهر 7 اللي فات، يعني من 6 شهور. وده لو بيدل على شيء فهو بيدل اننا امام دوله بتشتغل بخطه مدروسه، مش بتشتغل بسياسه رد الفعل او انها بتنتظر لما الناس تطلب، بالعكس هي اللي بتكون صاحبه المبادره لانها بتشتغل ودايما عينها على المواطن هو هدفها الاول والاوحد. كمان الدليل على هذا الكلام انه في باقي التوجيهات اللي اصدرها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امس، وهي اقرار علاوتين بتكلفه نحو 8 مليار جنيه. الاولى علاوه دوريه للموظفين المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه بنسبه 7% من الاجر الوظيفي. الثانيه علاوه خاصه للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه بنسبه 13% من المرتب الاساسي. ده غير كمان زياده الحافز الاضافي بتكلفه اجماليه حوالي 18 مليار جنيه. الحقيقه دايما انا بحاول اسرد لحضراتكم الارقام عشان نبقى مقدرين حجم الخطوات والانجاز اللي بيحصل في هذه النقطه تحديدا، لان دي نقطه بتمسنا جميعا مباشره. كلها قرارات مهمه جدا، توجيهات هدفها هو تحسين احوال الناس المعيشيه وانهم يعيشوا
بكرامة وجودة حياة. يمكن يا حسام بنشوف بعض الدول يا دول متقدمة بتشتغل طبعا على جودة حياة المواطن أكيد. والدول النامية بتشتغل على توفير حياة كريمة. احنا دلوقتي وفي ظل جائحة كورونا كمان بنشتغل على الخطين بالتوازن. مظبوط جدا جدا. والموضوع ما هواش بس 300 جنيه بتزيد كحد أدنى للأجور للمواطنين المصريين المخاطبين بهذه الزيادات، واللي مع الوقت إن شاء الله هيكون كل الناس بتتعامل وتتعاون عشان يكون الحد الأدنى موجود. يعني الناس اللي شغالة باليومية، الناس اللي شغالة من غير عقود، الحاجات دي بيتم تقنينها مع الوقت. لكن الأمر الهام إن هو موضوع ما هواش 300 جنيه بس، انت بتبص لها ان فلان الفلاني الشخص محمد عبد الرازق اسماعيل عبد الله فلان فلان علان كل واحد فيهم زاد 300 جنيه. لما تحسب كل الناس اللي زادت 300 جنيه هتلاقي مبلغ في الاخر ضخم. المبلغ ده جزء من موازنه الدوله. انا مش عايز اقول موازنه الدوله بتتحمله او على عبء على موازنه الدوله، لان في الاخر كل واحد لازم ياخد اجر نتيجه عمله، ده شيء مفروغ منه، بس ده جزء من موازنة الدولة. يعني لما بتتكلم في 300 جنيه اضربهم في عدد بقى الناس اللي هتزيد 300 جنيه ده، فتقدر تعرف الموازنة بقى فيها قد ايه للمرتبات، وده رقم ضخم. وبالتوازي معاه هناك ايضا القرارات الاخرى الخاصة بالعلاوات، لما بنتكلم فيه علاوتين واصلين ل 8 مليار جنيه مصري، وده رقم مش قليل جدا. يعني مش قليل خالص ان انت تتكلم في رقم ان انت زيادة مرة واحدة على الموازنة 8 مليار جنيه. ده ليه؟ عشان الحكومة عارفة ان في ضغط في بعض السلع، سلع اسعارها ارتفعت، في تحرير لسعر الصرف، في منظومة اقتصادية كاملة بيتم التعامل معها من سنين. فدي نقطة مهمة. وخلي حضراتكم فاكرين ان كان في احد المؤتمرات اللي حضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال انا عايز المواطن يبقى مرتبه من 15 ل 20 ألف جنيه، ده اللي أنا عايزه للمصريين، هنقدر نعمل ده؟ وكان بيوجه كلامه للحكومة المصرية. فهي خطوة من خطوات كتيرة جدا جدا إحنا هناخدها إن شاء الله في المستقبل، ونتمنى إن إحنا نزيد في ده. دي نقطة. النقطة التانية لما بنتكلم في تطوير شخصية مصرية أو تطوير دولة، أنت بتتعامل لازم مع التعليم والصحة، كوادر هامة جدا. احنا عندنا بكل صراحة، يعني ما حدش يزعل، يعني لان دي صراحة وموجودة، احنا عندنا أزمة في التعليم في مصر. التعليم في مصر جودته مش أحسن حاجة، تفاصيل كتيرة جدا منها السادة المحترمين المدرسين، وبرضو ما حدش يزعل، في مدرسين للأسف ما هماش على مستوى انه يكون معلم. وفي نقطة مهمة جدا، الفرق ما بين المعلم والمدرس، وأكيد كل التربويين عارفين الفرق. إزاي أخرج مدرس قادر على إن هو يعلم الطلبة، يحتويهم، يشرح لهم، يفهمهم؟ إحنا عندنا أزمة في الموضوع ده، زائد أزمة تجديد المناهج، زائد أزمة المدارس، زائد أزمة البنى التحتية، زائد أزمة الكورونا، زائد تجديد المنظومة التعليمية، كل دي حاجات مهمة جدا. كان على الجانب الآخر المدرسين بيشتكوا من التعيينات، وكان في كتير فاكرين حضراتكم حملة الماجستير والدكتوراه وعايزين يتعينوا، وفي مخاطبات لوزارة التعليم إزاي إحنا ما بنتعينش، وفي تفاصيل خاصة بالعقود، أكيد حضراتكم فاكرين الفترة دي كلها. امبارح كان في قرار بتعيين 30,000 مدرس سنويا لمدة 5 سنوات. يعني انت بتزيد عدد المدرسين عشان يستوعب الزيادة في السكان والزيادة في بناء المدارس. أتمنى تنفيذ القرار من وزارة التربية والتعليم يكون في اختيار على أسس صعبة، يعني مش أي حد يتعين مدرس، نصعب الموضوع تربويا وعلميا. مش أي حد ينفع يبقى مدرس، مش أي حد يقف في فصل ويكلم طلبة. مش الموضوع مش بس ان انا حافظ المنهج وبحفظ الولاد او بفهم الولاد، في الجانب التربوي. فنتمنى تطبيق القرار ده يكون بمنظومة حقيقية صعبة جدا 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 عشان مش اي حد يتعين مدرس. فدي نقطة مهمة، تعيين 30,000 مدرس سنويا. كمان في حافز للمعلمين عشان المعلمين بيعانوا ايضا من ضعف المرتبات، ففي 3,100,000,000 جنيه مصري للمعلمين عشان المعلم يبقى مرضي، حاسس ان هو بياخد مقابل لعمله.
مش بس المعلمين، كمان أعضاء هيئة التدريس في الجامعات تم تخصيص 1,500,000,000 جنيه تمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية. خطوة من 100 خطوة. في خطوات تانية أكيد هتكون موجودة، بس أهم حاجة إن إحنا مش واقفين مكاننا، إن إحنا بنستمر في المشي. طبعا طبعا حسام، أنت كلمت كمان في نقطة هامة جدا وهي تأهيل المعلمين في المدارس، دي نقطة هامة جدا. وبرجوع مرة أخرى بقى لفكرة الأرقام وسرد الأرقام، إحنا بنتكلم بس في العلاوتين فقط 8 مليار. خلينا نبص الأرقام الأخرى في كل قطاعات، قطاع الصحة، التعليم، الطرق، كل القطاعات مليارات كتير جدا بتنفق لتحسين جودة معيشة المواطن وأيضا توفير حياة كريمة. أكيد كل الشكر للي فكر في المواطن وأيضا المبادرات اللي بتؤخذ عشان تحسين جودة المعيشة، لكن في جزء آخر، ده طبعا من حق المواطن أنه يعيش حياة كريمة وأنه جودة معيشته تبقى على أعلى مستوى، وأن احنا دايما نكون في تحسين. يبقى أن احنا نعي ما يحدث، نبقى عارفين كويس إيه الخطوات اللي بتؤخذ عشان نبقى فاهمين. ما يجيش أي حد يجي يقول الدولة بتعمل إيه وبتقدم إيه، لا الدولة بتعمل. وخلينا دايما نحط أمام أعيننا أن في دلوقتي ظرف عالمي وهي جائحة كورونا، أكبر الدول الاقتصادية بتتعامل فقط مع هذه الجائحة وإزاي أنها تقدر تتعايش مع الجائحة. وأصبح واضح جدا للعيان أنه دلوقتي الدولة مش بتتعامل مع الظرف ولا بتتعايش مع الظرف، بالعكس هي بتواجه وبتتحدى الظرف. صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. اسمحوا لي، النهاردة تاريخ مميز جدا بالنسبة لي. النهاردة 19 يناير، زي النهاردة من سنة بالظبط كانت أول مرة أقعد على الكرسي ده وعلى الترابيزة دي أو الديسك ده وأكون قدامكم في هذا البرنامج. سنة بالظبط عدت على وجودي في صباح الخير يا مصر. تجربة عزيزة جدا على قلبي وسعيد جدا بيها، وكونت عيلة مش صداقات ولا زملاء، من أول جمانة لمنة لهدير لعبد الصمد لشزلي لدينا للندا للمخرج إبراهيم صديقي العزيز باسم البروديوسر معتصم رئيس التحرير سارة فرح هشام، كل الناس اللي موجودة أصبحت عيلة قريبة مني جدا جدا. ده على المستوى الشخصي. على المستوى المهني البرنامج سمح لي أن أنا أخش بيوت مصرية ما كنتش بخشها قبل كده في شغلي في القنوات السابقة. برنامج ليه تاريخ طويل، وزي ما قلت في أول يوم قدموا قامات من الإعلام في تاريخ مصر. فسنة عدت بحلوها ومرها وأحداثها وتفاصيلها، وفخور جدا وسعيد جدا إن أنا كنت جزء منها وجزء مستمر إن شاء الله على شاشة التلفزيون المصري العظيم في برنامج عظيم زي صباح الخير يا مصر. فكل سنة وأنا طيب، وأتمنى أكون السنة دي أحسن من السنة اللي فاتت وأكون قدمت لحضراتكم شيء يليق باسم وتاريخ التلفزيون المصري. احنا كمان سعداء بيك يا حسام الحقيقه، وفعلا انت اضافه لاي مكان تكون فيه. ويعني شكرا. انا كمان كان ليا كان حظي حلو ان انا وانت بقينا بنشتغل مع بعض 3 ايام في الاسبوع لمده 3 ساعات، فيعني دي اضافه ليا طبعا. وايضا صباح الخير يا مصر واضافه لينا كلنا. وفعلا باكد على فكره ان احنا هنا في صباح الخير يا مصر كلنا عيله مع بعض واسره، وفعلا حتى الروح اللي موجوده اعتقد ان هي كمان واصله لحضراتكم. كل سنه وانت طيب يا حسام، وكل سنه وسلامة واحنا طيبين وسنه عظيمة علينا يا رب إن شاء الله لك. إن شاء الله. خلينا بقى نروح لمنة. نروح لمنة. يعني أخبار الجو إيه؟ ازيك يا جمانة، ازيك يا حسام. صباح اللي احنا طبعا يعني كنا سعداء جدا بوجودك، وأنا ببقى سعيدة جدا في إن احنا عندنا أسرة كبيرة كبيرة في صباح الخير وأسرة صغيرة اللي هي بتبقى موجودة في الأيام بالزبط. فأعتقد إن إحنا سعداء جداً بأسرتنا، ربنا يديم الترابط والنعمة اللي موجودة ما بيننا. النهاردة كل سنة طيبين. 12 طوبة اللي زي ما جدودنا بيقولوا، 12 طوبة اللي بيخلي الشابة كركوبة. والنهاردة كمان عيد الغطاس،
يعني هنتوقع ان هيبقى فيه امطار. احنا عارفين ان عيد الغطاس دايما بنلاقي فيه مظاهر كده احتفاليه بتبقى موجوده وعادات مصريه قديمه. المصريين بصفه عامه بياكلوا القلقاس وبياكلوا قصب السكر يعني علشان يبقى السنه حلوه وفيها حاجه مسكره، بالاضافه بقى للعادات المصريه انهم ياكلوا كمان برتقان ويستفندي عشان الفيتامين سي، وان هي دي الفواكه اللي بتبقى موجوده في الفتره دي وبتبقى اسعارها في متناول الجميع. فدي عادات مصريه احنا هنبقى بنحافظ عليها، وطبعا متوقعين ان يبقى النهارده في امطار علشان تبقى سنه كلها خير ورزق ان شاء الله. خلينا بقى نستعرض مع حضراتكم جوله في احوال الطقس كما تقول هيئه الارصاد الجويه. النهارده هيكون في انخفاض في درجات الحراره، والطقس هيكون بارد على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. والنهاردة هيكون في أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وكمان أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 15، أعلى درجة هتكون في شلاتين 23 درجة، وأقل درجة هتكون في كاترين 6 درجات. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل، لكن خلينا على طول نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبتدي مع بعض جولتنا من محافظة القاهرة. نفق الأزهر هنشوف فيه كثافات بسيطة في حركة المرور للي جاي من صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس كمان، وفي نفس الوقت هنلاقي بعض الكثافات أعلى كوبري أكتوبر للي جاي من رمسيس وغمرة ولغاية مدينة نصر من مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس. هنلاقي بتظهر كثافات متحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر. أعلى الأوتوستراد متوقع أن احنا نلاقي بعض الكثافات المرورية اللي حديد بعد شوية للجاي من مناطق حلوان للمعادي والمقطم. هنلاقي كمان بعض الكثافات البسيطة للمتجه من منطقة بين الجبلين ولغاية ما بنوصل لمنطقة 15 مايو بسبب زيادة سرعة أو زيادة سير السيارات النقل. وهنلاقي كمان أن طريق القطمية بيشهد كثافات مرورية بسيطة، لكن السيولة المرورية هتظهر طبعا عند منطقة زهراء المعادي مرورا بمنطقة صقر قريش مقارنة بالفترة اللي فاتت اللي كانت شديدة الازدحام. عندنا كمان محور الشهيد هنلاقي فيه سيولة مرورية للي واصل للطريق الدائري. إجمالا النهاردة مفيش امتحانات للشهادات اللي بتمتحن، وأغلب سنوات النقل كمان ممكن تكون ما عندهاش دراسة، بالإضافة لأن مفيش امتحانات في الجامعات النهاردة، فهنلاقي سيولة مرورية سهلة إن شاء الله. ننتقل لشوارع الجيزة وتحديدا شارع السودان. احنا شايفين سيولة مرورية وهنفضل مكملين مع السيولة المرورية دي لغاية ما بنوصل لجامعة القاهرة تحديدا عند كلية الآثار. هنلاقي بعض الكثافات المرورية البسيطة وبعدها نكمل لغاية الدقي، هنلاقي هناك سيولة مرورية لغاية ما بنوصل لكوبري قصر النيل وميدان التحرير. هتظهر كثافات بعد كده على محور صفت اللبن المتجه للدائري واللي بيوصل لغاية شارع السودان، لكن الكثافات المرورية دي هنلاقيها متحركة. طبعا بننصح كبديل ان احنا نتوجه لمحور اعرابي للي جاي من الدائري ورايح المهندسين او الدقي. كمان عندنا محور اخر او عندنا طريق اخر بديل هو كوبري عباس والجامعه والجيزه المعدني. هنلاقي كمان في بعض الكثافات اللي ممكن نلاقيها عند ميدان النهضه وصولا لاشاره بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب اعمال انشاء نفق ميدان النهضه. عايزة أفكر حضراتكم إن مطلع الطريق الدائري اللي جاي من المنيب اتفتح من 3 أيام بعد كان مغلق لمدة 21 يوم، وده طبعا بيأثر على السيولة المرورية وهنلاقي الموضوع أيسر بكتير من الفترة اللي فاتت. نكمل جولتنا المرورية، نروح بقى اسكندرية، وزي ما احنا عارفين وشايفين قدامنا هنلاقي بعض الكثافات البسيطة اللي موجودة في المنطقة المحيطة في كوبري انستانلي. هنلاقي كمان كثافات متقطعة كده عند الإشارات بطول الكورنيش، أما الشوارع الجانبية هنلاقي فيها سيولة مرورية نسبية. لو بصينا بقى للطريق المؤدي للجامعة بيشهد كثافات مرورية بسيطة لكن بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وده وسط تواجد خدمات مرورية مكثفة عشان تسهل حركة سير الطريق ومنع التكدس في جميع الشوارع الرئيسية. نروح أسوان ونتابع هناك الحركة المرورية. عادة أسوان ما بيكونش فيها أبدا كثافات مرورية. هنبتدي من شارع
كورنيش النيل اللي بيشهد سيولة مرورية. هنكمل طول ما انت ماشي على طول، مش هنلاقي أي كثافات مرورية، إلا بس قد نلاقي بعض الكثافات البسيطة جدا عند منطقة الفنادق. بعد التمركز ده هنلاقي الشارع بيشهد سيولة مرورية تامة. إجمالا النهاردة جو شتوي من الدرجة الأولى، نتوقع أن الجو يكون بارد وكمان بعض الأمطار، لكن الطرق مش هتتأثر إن شاء الله بالأمطار دي. كل سنة وحضراتكم طيبين. نرجع لحسام والجمانة نبتدي معاهم فقراتنا وأخبارنا. تفضل يا حسام. تفضل يا جمانة. شكرك يا منة، شكرا جزيلا، وأكيد هنرجع لك مرة تانية على مدار الحلقة. شكرا. شكرا يا منة. النهاردة زي ما تعودنا مع حضراتكم كل حلقة بيكون معنا موضوع من موضوعات وأخبار وفقرات بتهم حضراتكم، لكن في البداية بنبتدي بالأخبار اللي حصلت امبارح، واللي كان من أهمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهه برفع الحد الأدنى للأجور ل 2700 جنيه وإقرار علاوتين. كمان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على تفاصيل مشروع إنشاء مصنع للضمادات الطبية عالية الجودة، وإجراءه اتصال أيضاً بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وتأكيد دعم مصر للإمارات في إجراءاتها للدفاع عن أراضيها. أيضاً القوات البحرية المصرية والفرنسية نفذتا تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبي، والفريق أسامة عسكر شهد إحدى مراحل مشروع سهم واحد بالمنطقة المركزية العسكرية. أيضاً قوات الصاعقة والمظلات استقبلت أبطال قادرون باختلاف، والحكومة نفت حرمان المؤمن عليهم من حقوقهم وتوجيهها لغير أغراضها. أيضاً رئيس الوزراء استعرض مع وزير الزراعة عدد من ملفات الوزارة، ودكتور مصطفى مدبولي تابع موقف فض التشابكات المالية بين وزارتي البترول والمالية، وأخبار تانية كتير، لكن البداية مع حسام. تفضل يا حسام. شكراً يا جمانة. أول أخبارنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عقد بالأمس اجتماع استعرض في مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023. وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات تلبية لاحتياجات تطوير قطاع التعليم. ايضا امبارح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع وتابع التفاصيل الخاصه بمشروع انشاء مصنع للضمادات الطبيه عاليه الجوده، ده بالشراكه مع الخبره الكنديه. ووجه سيادته بمضاعفه القدره الانتاجيه المقترحه للمشروع عشان نقدر نصدر فائض الانتاج للخارج. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023، وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بما يلي: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه. تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنتي الامتياز. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023 والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية موجها سيادته بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكانة مصلحة الضرائب ونظام الفاتورة الإلكترونية وميكانة وتطوير الإجراءات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي. كما تم عرض الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب كذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار فضلا عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإلكترونية الجديدة بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري والتي شهدت معدل نمو حوالي 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي وزيادة 5% عن المستهدف حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين. كما اطلع السيد الرئيس كذلك على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد بما فيها الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات موجها سيادته بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر في هذا الإطار فضلا عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ الجوية. كما تم استعراض جهود تطوير أزمنة الإفراج الجمركي ونتيجة الدراسة التي أجريت مؤخرا في هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولي والتي أظهرت انخفاضا في أزمنة الإفراج بنسبة حوالي 50% حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات. كما اطلع السيد الرئيس على الوفورات التي تحققت للمستوردين نتيجة ميكنة وحوكمة منظومة الجمارك فضلا عن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي موجها سيادته بالمتابعة الدقيقة للالتزام بتنفيذ تلك المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة والدكتور عبد المنعم عزمي رئيس مجلس إدارة شركة بي آي إل للضمادات الطبية. وقد اطلع السيد الرئيس على التفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء مصنع الضمادات الطبية عالية الجودة وذلك بالشراكة مع الخبرة الكندية ووفق أعلى المواصفات الدولية المعتمدة وذلك للمساهمة في تغطية الاحتياجات المحلية ذات الصلة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمضاعفة القدرة الإنتاجية المقترحة للمشروع بما يساعد لاحقا على التصدير للخارج. كما شهد الاجتماع عرض التفاصيل الخاصة بإنشاء مجمع صناعي ضخم في العين السخنة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية العريقة في هذا الإطار. وقد وجه السيد الرئيس بتدقيق كافة التفاصيل الخاصة بهذا المشروع المهم وذلك باعتباره إضافة جديدة لمنظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي بما يساعد في تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصل بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي تعازيه في ضحايا الهجوم الغادر الوقع بالقرب من مطار أبو ظبي الدولي. وعبر الرئيس السيسي عن إدانة مصر حكومة وشعبا للعمل الإرهابي اللي قام به ميليشيات الحوثي وأكد سيادته أيضا دعم وتضامن مصر مع الإمارات في كل الإجراءات اللي هتتخذها للدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها.
وفي خبر آخر، القوات البحرية المصرية والقوات الفرنسية نفذوا تدريب بحري عابر بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، ده باشتراك الفرقاطة المصرية الإسكندرية مع فرقاطة الدفاع الجوي الفرنسية شيفاليير بول. والتدريبات دي تأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة. الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجي ذو مستويين سهم واحد، واللي بتجريه إحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية وحيستمر لعدة أيام. ده بيأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة المصرية. المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر امبارح فيديو لاستقبال قوات الصاعقة والمظلات بالقوات المسلحة المصرية أبطال قادرون باختلاف. هيا نشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم مرة تانية. حياة جديدة بروح جديدة كلنا واحد أكيد، حلم واحد قلبي واحد إحنا أقوى واتفقين، من النهاردة مفيش لوحدك هو ده شعارنا الجديد. أنا قادر على التحدي، أنا قادر طول ما إيد بتشدني، أنا قادر قادر على الحياة، أنا قادر على صفحة بيضة بتبيني، أنا قادر أنا قادر أنا قادر أنا قادر، أنا قادر على التحدي، أنا قادر طول ما إيد بتشدني، أنا قادر قادر على الحياة، أنا قادر على صفحة بيضة بتبيني، أنا قادر أنا قادر أنا قادر أنا الفرحة الحقيقية والطاقة الإيجابية القوية اللي بيدوها لنا بناتنا وولادنا من ذوي الهمم العظيمة هي اللي بتحرك الوطن لقدام وتدينا الأمل في بكرة. أبطال قادرون باختلاف كانوا في زيارة للقوات الخاصة المصرية من الصاعقة والمظلات، والبداية كانت في قوات الصاعقة المصرية اللي استقبلوهم بكل حب. وأبطال قادرون باختلاف شاركوا أبطال الصاعقة تدريباتهم في صالة الإعداد البدني، وفي مدرسة الصاعقة، وعلى طبول الموسيقات العسكرية. أبطال قادرون باختلاف عاشوا يوم كامل مع أبطال الصاعقة المصرية. وشافوا وشاركوهم في عدد كبير من التدريبات اللي ليها دور مهم في صناعة الأبطال في ميدان الجبال. حمام السباحة وميادين الموانئ وميادين التعايش. وكمان شاركوهم في تنفيذ الرمايات المختلفة
وفي نهاية الزيارة داخل قوات الصاعقة اتعرفوا على معداتهم وأسلحتهم. كل الفخر والشرف عبر أبطال قادرون باختلاف عن اعتزازهم وحبهم للوطن. شكراً إن ست الرئيس حقق لنا حلمنا. وكملت الزيارة لما وصل أبطال قادرون باختلاف لقوات المظلات واللي استقبلوهم بكل الفرحة. وشاركوهم يوم لا يمكن يتنسي، كل طاقة وحيوية، وبدأوا بعدد من الأنشطة والألعاب الرياضية. وزاروا صالة الإعداد البدني اللي بيتدرب فيها أبطال المظلات. وشافوا كمان تدريبات الغطس والقدرات الاحترافية للقوات. وزاروا جناح الأبز الأساسي مركز الرماية، وميدال الاقتحام الجوي، عمود الهوى. وشافوا عدد من الأنشطة الجوية، وأبطلنا من ذوي الهمم العظيمة شاركوا رجال المظلات كل التدريبات، وكان واضح حب الأطفال للتجربة المختلفة دي. لأنه هو حقق لنا حلمنا، وحاجة أنا كنت نفسي فعلا أخش أتفرج على الحاجات دي، فدي حاجة حلوة أوي ومبسوطة جدا، فرحانة يعني طايرة من فرحة فعلا. قادرون باختلاف طاقة أمل وحياة لوطن بيجمعنا كلنا. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى امبارح الأخبار اللي ترددت بأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد هيحرم المؤمن عليهم من حقوقهم المادية. المركز تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي اللي نفت الكلام وقالت
أنه غير صحيح، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في صرف كافة مستحقاتهم والامتيازات المقررة لهم دون أي انتقاص. قالت كمان أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد هدفه إصلاح نظام التأمين الاجتماعي والحفاظ على المزايا الموجودة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. أيضا دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع تابع فيه ملفات والمشروعات اللي شغال عليها وزارة الزراعة، خاصة تطوير البحيرات المصرية وخطة تنمية الثروة السمكية، ده غير تحديث زراعة قصب السكر بنظام الشتلات لزيادة متوسط إنتاجية الفدان من 33 طن ل 55 طن. امبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع تابع فيه موقف فض التشابكات المالية بين وزارتي البترول والمالية، وقال رئيس الوزراء أن في تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من هذه التراكمات اللي بيعاني منها الاقتصاد منذ عقود طويلة. خلال الاجتماع تم التأكيد على أنه خلال 6 شهور اللي فاتوا تم تخفيض المديونية المستحقة لوزارة البترول على المالية ل 92 مليار جنيه من أصل 110 مليار جنيه. مستمرين مع دكتور مصطفى مدبولي ومتابعته أمس الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وقال رئيس الوزراء أن الدولة بتهتم بشكل كبير بمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف خطة مصر للتنمية المستدامة 2030. ومن الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار المنتظر حدوثها اليوم، النهاردة كل سنة وحضراتكم طيبين، العيد السنوي للقلقاس والقصب. النهاردة عيد الغطاس، يعيدوا علينا وعلى كل المصريين بألف خير وسلام. النهاردة هتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، وحيترأس قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك كرازة المرقسية قداس عشية العيد بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية وفقا لعادته السنوية. ربنا ما يقطع لها عادة يا رب، ولا يقطع لنا عادة ونحتفل كل سنة مع بعض. المصريين بياكلوا قلقاس كتير قوي في الوقت ده، خصوصا في الصعيد، وكمان قصب السكر. كل سنة وإحنا طيبين، كل سنة وأنت طيبة يا جمال. كل سنة وأنت طيب طبعا يا حسام، وكل سنة وإخواتنا المسيحيين بألف خير، كل سنة وإحنا كلنا بألف خير. طيب بس مكملين مع حضراتكم الأخبار المنتظر حدوثها النهاردة بإذن الله. النهاردة توقفت امتحانات الترم الأول لسنة رابعة ابتدائي وباقي صفوف النقل بجميع المحافظات، وده بسبب أجازة عيد الغطاس. النهاردة هتبدأ المحافظات تنفيذ الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، وده بناء على قرار لجنة استرداد أراضي الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة المصرية وإزالة التعديات عليها. طيب كل أهالي محافظة الغربية وتحديدا أهالي منطقة المنشية الجديدة بالمحلة النهاردة هيتم قطع المياه عن منطقة المنشية الجديدة بالمحلة في محافظة الغربية من الساعة 8 بالليل، ويستمر قطع المياه لمدة 5 أيام، ده عشان تركيب خط مياه جديد. وفي بطولة من أغرب البطولات ونتائجها عجيبة جدا جدا، يعني شفنا امبارح السنغال بتتعادل، شفنا المغرب بيتعادل، شفنا غانا بتخرج من بطولة، شفنا الكاميرون بتتعادل على أرضها أول امبارح. بطولة عجيبة جدا وفرصة للمنتخب الوطني المصري أنه يحقق نتيجة، يعني لو أتت رياحه فيجب على كارلوس كيروش اللي هيقود المنتخب النهاردة أن يغتنمها. النهاردة مباراة مصر مع الفريق السوداني في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول لبطولة كأس أمم الأفريقية. المباراة إن شاء الله هتكون الساعة 9 مساء باستاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية يا ويندي. مصر هتلعب زي ما حضراتكم شايفين بالتيشيرت الأحمر. كل التوفيق للفراعنة في مباراة اليوم. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر المستمرة معكم لغاية الساعة 10 صباحا. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. الجو شديد البروده، الجو برد جدا جدا جدا. خلينا بقى نعرف ايه اخبار البرد وهيفضل مستمر لحد امتى. من منا يا منا
يا حسام الجو دلوقتي كمان بره بيمطر في القاهره. طب ايه هنفضل بردانين لحد امتى؟ شويه كده طوبه لسه مكمل معانا. طيب الحمد لله. بس احنا بنحب البرد. انا بحب البرد. انا بس بحب البرد. مش ده البرد اللي كنا اتكلمنا بس مش ده اللي انا كنت يعني ما اتفقتش على كده. ده صقيع يعني ده مش البرد الصقيع بالظبط يعني تحت 10 درجات و7 و8 والحاجات اللي بتحصل في الفتره الاخيره بنكسلور برد جديد. يعني دي مرحله الوحش دي. صباح الخير على كل مشاهدينا انضموا لنا من جديد. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة يكون الطقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومائل للبرودة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء وبيوصل لحد الصقيع على وسط سيناء. النهاردة كمان هنلاقي أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى موجودة كمان بالفعل في أماكن مختلفة دلوقتي. خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 15 والصغرى 7، الإسكندرية 15-10، مطروح 15-9، سيوة 15-3، بورسعيد 16-9، دمياط 15-9، الإسماعيلية 17-8، والسويس 17-7، العريش 17-9، طابة 13-10، كاترين 6 وتوصل بالليل لدرجة صفر أو التجمد، شرم الشيخ 19-12، الغردقة 20-12، الفيوم 16-3، بني سويف 16-3، والمنيا 16-4، أسيوط العظمى فيها 17 والصغرى 4، سوهاج 17-5، قنا 17-5، الأقصر 17-7، أسوان 17-7، الوادي الجديد 17-2، شلاتين 23-10، أما حلايب العظمى فيها 20 والصغرى 11. احنا كده استعرضنا بيان مبدئي بدرجات الحرارة. خلينا نرجع لحسام وجمانة نكمل باقي فقراتنا. تفضل يا حسام. تفضل جمانة. شكرا جزيلا يا من. عفوا. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز إخباري جديد مع منى الشرقاوي. إليك منى. شكرا حسام. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إدانة مصر حكومة وشعبا للعمل الإرهابي الذي استهدف أراضي دولة الإمارات الشقيقة من قبل ميليشيات الحوثي. وخلال اتصال هاتفي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تقدم الرئيس السيسي بتعازيه إلى بن زايد في ضحايا الهجوم الغادر الذي وقع بالقرب من مطار أبو ظبي الدولي، مؤكدا دعم وتضامن مصر مع الإمارات وما تتخذه من خطوات وإجراءات من أجل الدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها من الشعب الإماراتي الشقيق. وشدد الرئيس السيسي على ارتباط أمن واستقرار دولة الإمارات بالأمن القومي المصري، وذلك امتدادا للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وذلك خلال استعراضه مشروع ميزانية العام المالي المقبل 2022-2023 مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية وعدد من المسؤولين. ووجه الرئيس السيسي بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بتكلفة 18 مليار جنيه، وإجراء إعلان لتعيين 30,000 مدرس سنوي لمدة 5 سنوات، واعتماد حافز إضافي لتطوير المعلمين يصل إلى 3,100,000 جنيه. وفي اجتماع آخر مع مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ورئيسي مجلسي إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة وشركة PIL للضمادات الطبية، وجه الرئيس السيسي بمضاعفة القدرة الإنتاجية المقترحة لمشروع إنشاء مصنع للضمادات الطبية عالية الجودة بما يساعد لاحقا على التصدير للخارج. ووجه الرئيس بتدقيق كافة التفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء مجمع صناعي ضخم في العين السخنة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية العريقة في هذا الإطار،
وذلك باعتباره إضافة جديدة لمنظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، بما يساعد في تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر. أمر النائب العام بإحالة 5 متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات في قضية وفاة طالبة باسنت بكفر الزيات، ووجهت النيابة العامة للمذكورين تهمة الإتجار بالبشر باستغلالهم ضعف المجني عليها وتهديداتهم بنشر صور مخلة منسوبة لها. أعلنت وزارة الصحة خروج 1399 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 336,028 حالة. وفي بيانها اليومي أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1303 حالات إيجابية جديدة و26 حالة وفاة. أعلن التحالف العربي تنفيذ ضربات جوية ضد معاقل ومعسكرات تابعة لقوات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال التحالف إن العملية تأتي استجابة لتهديدات المستمرة ولحماية المدنيين والأعيان المدنية. كان التحالف العربي قد أعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة على أهداف لقوات الحوثي بعد ساعات من استهداف منشآت مدنية في الإمارات والسعودية. أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز على تطابق وجهات النظر مع الجانب الروسي حول الدور المهم للمجتمع الدولي وعملية برلين لمساندة الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو السلام والازدهار، وذلك من خلال عملية شاملة بقيادة ليبيا. وخلال لقائها مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرنشن، أوضحت ويليامز أن مشاوراتها الموسعة مع فرنشن تناولت التحديات التي تواجه العملية الانتخابية في ليبيا وأهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء البلاد. ختام موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنرحب بحضراتكم من جديد، رجعنا لكم مره ثانيه بعد الفاصل، لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا. الحقيقه ان هذه الفقره هي فقره هامه جدا، وكلمنا عن هذه النقطه في بدايه الحلقه، كلمنا مع حضراتكم عن التوجيهات اللي اصدرها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امس ضمن خطه الموازنه العام القادم، واولهم رفع الحد الادنى للاجور ل 2700 جنيه وزياده الحافز الاضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه. أيضا إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس كل سنة لمدة 5 سنين. خلينا ناخد حضراتكم في قراءة اقتصادية لملامح الموازنة وأهم التوجيهات الرئاسية من الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد نجم اللي موجود معنا على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ محمد، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور أستاذ جمانة، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. الحقيقه حزمة من القرارات والتوجيهات المهمه والاستثنائيه في الموازنه العامه للدوله، خلينا نعرف من حضرتك ماذا تعني وانعكاسها ايضا على المواطن. يعني في البدايه انا بفكر حضرتك بواقعة كانت حصلت في سنه حوالي 2016 في احد افتتاحات المشاريع، واحد نواب البرلمان كان وقتها وجه كلمة للست الرئيس انه احنا محتاجين ان احنا نرفع الاجور 3000 ل 4000 جنيه. كان وقتها الحد الادنى للاجور 1200 جنيه، فكنا بنتكلم في فرق كبير جدا. وقتها الست الرئيس كان رده على انه الموضوع ده محتاج دراسة مستفيضة ودراسة عميقة قبل ما ناخد قرارات زي دي. النهاردة احنا بنتكلم في ثالث زيادة للأجور بتحصل، أو زيادة للحد الأدنى للأجور ثالث مرة بتحصل من 2019. طيب القرار هنا أنا ليه بستدعي هذه الواقعة؟
لانه القرار هنا كان يجب ان هو يتم تمهيد الارضيه اصلا، تمهيد البيئه الاقتصاديه كلها قبل ما يتم تنفيذه. مفيش خلاف على انه هناك احتياج وهناك ضروره لرفع الحد الادنى للاجور في مصر من 1200 جنيه اللي كان عليها قبل 2014، لكن امتى ده يحصل؟ كان لازم الاول ان الدوله تتاكد منه من الناحيه الاقتصاديه، الاقتصاد يتحمل رفع الاجور. بمعنى اخر انه لو احنا رفعنا الاجور بدون تمهيد كافي وفي توقيت خاطئ، قد يتسبب هذه الزياده في الاجور في زياده الاموال في جيوب الناس، وتكون الزياده دي زياده وهميه تتسبب في زياده معدلات التضخم وارتفاع الاسعار. لانه لو احنا كلنا اخذنا الفلوس الزياده دي وكلنا تكالبنا على السلع اللي موجوده في الاسواق بكمياتها اللي هي حاليا ثابته، وانه ما فيش قدره على زياده هذه الكميات، فمع زياده الطلب وثبات العرض بترتفع الاسعار. هو ده المعنى الحرفي للتضخم. صحيح بالظبط كده، وممكن تظهر سوق سوداء كمان. فهو ده التضخم بالظبط كده، هو ده معنى التضخم، ان الطلب فجاه يزيد لان احنا معانا فلوس زياده، فنروح نصرف هذه الفلوس على شراء سلع كتيره اكتر من الاول، والكميه من السلع المتاحه قليله او ثابته ما زادتش، فبالتالي ترتفع الاسعار. النهارده ده ثالث مره ناخد يهم اتخاذ قرار حكومي برفع الحد الادنى للاجور. بس امتى بيتم اتخاذه؟ تم اتخاذه مره في 2019 ومره اخرى في 2021 ومره الثالثه 2022. ده تم اتخاذه امتى؟ لما احنا قدرنا ان احنا نرجع الاقتصاد للمسار التوازني وللنقطه التوازنيه اللي كان المفروض يكون عليها. لكن لو قبل كده كان هيحصل ازمه كبيره، كان هيبقى معانا فلوس كثيره في جيوبنا لكن فلوس ليس لها قيمه. زي مثلا على سبيل المثال في فنزويلا، فنزويلا ممكن انت يكون معاك فلوس كتيره، الحكومه رفعت الاجور بنسب ضخمه جدا، لكن حصل تضخم خارج عن السيطره، وصل في بعض المراحل الى 1000000% نسبه معدل التضخم في فنزويلا. عشان تشتري كيس كيلو رز بس محتاج تشيل شوال فلوس، اطنان من الفلوس يعني. فانت ممكن يكون معاك فلوس كتيره، ورق نقد كتير، لكن ملوش قيمه. فهي المعادله او الحاجه اللي انت لازم تبحث عنها، القيمه والقدره الشرائيه للعمله، التوازن زي ما حضرتك قلت بالظبط كده. دي اول نقطه. ثاني نقطه، ايه هي الاساسيات الاقتصاديه بقى اللي ساعدت على ان احنا نوصل لهذه المرحله؟ احنا بنتكلم في انه النهارده الزياده في الحد الادنى للاجور من 2019 حوالي 225%، يعني من 1200 جنيه ثم بعد كده 2400 جنيه ثم بعد كده 2700 جنيه. ال 225% زياده دي ما حصلتش الا لما بدانا ان احنا يكون عندنا فوائد في الميزان الاولي بالميزانيه العامه للدوله. يعني ايه الميزان الاولي؟ يعني احنا بنسمع كان في اخبار كتيره انتوا كمان كنتوا بتدعوها بتتكلم عن تحقيق فائض اولي بالموازنه العامه للدوله. فائض اولي ده احنا اول مره نحققه في تاريخنا كان في سنه 2018. والفائض الاولي دي معناها ان ايرادات الدوله اكثر من مصروفاتها بعد ما بنخصم مصاريف الديون وسعر والفوائد والاقساط الدين. ودي اول مره تحصل في تاريخنا، بدات من اول موازنه 2017 2018. حققنا فائض اولي في هذا العام المالي، ثم العام المالي اللي بعده، ثم العام المالي اللي بعده، فحصل فوائد عندنا ماليه كبيره. ده اول حاجه. العجز الكلي للموازنه بقى لما بندخل بقى فوائد الديون مره ثانيه وبندخل اقساطها، بنلاقي ان العجز انخفض من 13%، النهارده بنتكلم في حدود 7%، وعندنا طموح ان احنا نوصل ل 6% قريب. الخلاصه انه الماليه العامه للدوله اتحسنت كتير جدا مقارنه بما قبل 2014، ففي تحسن كبير جدا. فلما الماليه العامه للدوله بتتحسن بيبقى عند الدوله مساحه وقدره ان هي تقدر تتحرك، تقدر ترفع الامور، تقدر ان هي تدشن كل هذا الكم من المشروعات، وتنفق كل هذا الكم من الانفاق الحكومي، وفي نفس الوقت تقدر تسيطر على عجز الموازنه. وهي دي المعادله الصعبه، ازاي ان احنا ننفق كل هذه الاموال ونرفع الاجور ونزود الدعم ونزود الحمايه الاجتماعيه ونعمل المشاريع دي كلها، كل ده انفاق حكومي، كل دي مصاريف، وفي نفس الوقت نخفض عجز الموازنه. دي معادله صعبه جدا، مش كل دول العالم بتقدر عليها اكيد. فبالتالي اللي حصل في مصر كان نجاح من ناحيه الماليه العامه، هو نجاح كبير جدا ان احنا نوصل لهذه المرحله ان احنا للمره الثالثه بنزود الاجور. عظيم. استاذ محمد،
على الجانب الآخر أو في نقطة أخرى من نقاط هذه القرارات الاقتصادية، كان في علاوتين. علاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 7% من الأجر الأساسي، وعلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 13% من الأجر الأساسي. عايزين حضرتك تشرح للسادة المواطنين الفرق ما بين المخاطبين وغير المخاطبين بخدمة مدنية، ليه دول زادوا 7 وليه دول زادوا 13؟ الزيادة دي يعني أنا أظن إن هي الزيادة التالتة لو على حسب ما أتذكر. يعني إحنا عندنا هنا في يعني القانون الخدمة المدنية اللي تم إقراره في 2015 ثم بعد كده تم تعديله، في عندنا جزء من القطاع الحكومي بيتم تطبيق عليه القانون، وفي جزء آخر لا يتم تطبيق عليه القانون يتم عليه القانون السابق ليه. ففي عندنا جزء من الموظفين الحكوميين هيتم تطبيق عليهم الجزء ده، وفي جزء آخر المتبقي هو اللي دايما بيتقال عليه غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. فلما بيتم اتخاذ قرار بتحسين الأجور وتحسين الظروف المعيشية للموظفين بشكل عام، بيتم اتخاذ قرار على كل الموظفين، فبيتم مراعاة من هو يشمله القانون ومن لا يشمله القانون على الكل بلا استثناء، عشان ما يكونش في اي تفرقه او تمييز ما بين المجموعه دي والمجموعه دي. الاهم من كده هو قيمه هذه العلاوات، ان قيمتها ضخمه جدا. يعني احنا بنتكلم في حوالي 5 مليار جنيه للعلاوه الاولى و7 مليار جنيه للعلاوه الثانيه. الرقم ده في حد ذاته رقم، لو احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده من حوالي 5-6 سنين وعن ان الرقم ده ازاي يتم توفيره كان هيبقى رقم كبير جدا. النهارده بقت اخر مشكله احنا بنتكلم فيها هو رقم العلاوه ورقم الزياده ومقدار الزياده. يعني النهارده فاتوره الاجور في الموازنه العامه للدوله كانت 361 مليار جنيه وهترتفع ل 400 مليار جنيه في العام المالي الجديد اللي هو 22-23. يعني احنا بنتكلم في فرق حوالي 40 مليار جنيه. العلاوات بقى اللي حضرتك قلتها للمخاطبين وغير المخاطبين، ومعاها زياده الحد الادنى للاجور، ومعاها بعض الاضافات الاخرى، ومعاها كمان تعيين ال 30,000 معلم سنويا، كل ده بنتكلم في حدود 40 مليار جنيه. 40 مليار جنيه ده رقم انا اتذكر ان هو كان مجرد تدبير ربعه كان بيواجه ازمه كبيره جدا في وزاره الماليه، وانه ازاي هنقدر ندبر كل هذا الكم من الاموال. فالنهارده لولا ان احنا وصلنا لهذه المرحله من الاستقرار الاقتصادي ما كناش ابدا هنقدر نوصل لنقدر نتخذ هذه القرارات. بكل تاكيد. والاهم هو موضوع التضخم كمان. ان احنا النهارده بنمر وبنستورد التضخم من الخارج. التضخم المستورد من الخارج ده برضو جزء كبير منه ليس محليا، جزء كبير منه ملوش علاقه بالظروف المحليه. جزء كبير صحيح منه في ازمه تضخم عالميه بكل تاكيد. بنشكر حضرتك الخبير الاقتصادي الاستاذ محمد نجم، ضمت ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر. كمان احنا لسه مكملين في نفس الموضوع ونفس الملف، زي ما قلنا لحضراتكم توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اصدرها امبارح هيكون ليها مردود ايجابي جدا على المواطن المصري، خصوصا بعد رفع الحد الادنى للاجور، وده هيخلينا نسال امتى كمان هيطبق هذا القرار. مردود هذه الزياره على المواطن خصوصا انها زي ما قلنا لحضراتكم الزياده الثالثه في اقل من 3 سنين. لسه مستمرين في قراءه هذه القرارات. معانا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي اللي موجود معانا على التليفون. صباح الخير يا فندم، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. اهلا بفندم، صباح الخير لحضرتك ولضيوفك الكرام. اهلا بحضرتك. يعني لاول مره زياده اجور الموظفين 3 مرات في 3 سنين، بالاضافه للعلاوتين اللي طبعا اقرهم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولو حضرتك كنت معانا يا فندم وبتستمع لمكالمه الاستاذ محمد نجم، تحدث انه قدرنا نعمل ونوصل لهذه الزيادات في هذا العدد القليل من السنين، ده بسبب مسار توازني الدوله المصريه مشيت في ضوءه. عايز اعرف من حضرتك اسباب اللي قدرت تخلي مصر تحقق هذا التوازن الاقتصادي. شوف يا فندم، هو طبعا بعد ما انا بقول لحضرتك صباح الخير، وطبعا استاذ محمد نيك، هو طبعا تحريك الشرايح الاجور ده هيتم طبعا اعتبارا من 1/7 القادم، هيتم تحريك الشرايح كلها، وهيكون الحد الادنى اللي هم 2700 جنيه. الامر ده كان موجود من برنامج الاصلاح الاقتصادي، ان كل ما هيتم اصلاح في الموازنه.
طيب يبدو اننا فقدنا الاتصال، هنرجع نكلم حضرتك مره ثانيه دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي عشان نتكلم طبعا عن قراءه هذه التوجيهات الرئاسيه. اعتقد انها خطوه مهمه جدا يا حسام، ويعني ليها دلالات كثيره جدا. طبعا لغايه لما يرجع لنا مره ثانيه دكتور مصطفى بدر، في اسئله سالها الشارع المصري وهي اسئله مشروعه في ظاهرها لكن في بطنها بتحمل العديد من الأمور. الناس في فترة كانت بتشتكي إن الأسعار زادت فعايزين نزيد الأجور، لكن على الجانب الآخر الناس بتتكلم إن طب إحنا خايفين لما تزيد الأجور يحصل شكل من أشكال التضخم. هل التساؤل ده مطروح زي ما يمكن الأستاذ نجم اتحدث عن فكرة التضخم اللي حصل في دول زي فنزويلا، وعندنا لبنان كمان الأجور بقى يعني زي ما كنا بنتكلم بيقول كيلو الرز الناس بتنزل بفلوس قد كده كمية أوراق مالية عشان تشتري حاجة قليلة جدا. فده يخلينا نروح للدكتور مصطفى بدر اللي انضم لنا مرة تانية، بنرحب بيك دكتور مصطفى، وعايزين نعرف الميزان الفرق ما بين النقطتين. الناس بتتكلم ان في زيادة في الأسعار لازم يقابلها زيادة في الدخل أو المرتبات والمعاشات، على الجانب الآخر هناك أيضا ناس طرحت فكرة التخوف أن أنت لما تزود للناس فلوس هيحصل شكل من أشكال التضخم والجنيه هيفقد قيمته مع الوقت. إزاي الحكومة تقدر توازن هذا الأمر عشان تدحض هذه التخوفات؟ وطبعا بكرر شكري ليكم. شوف حضرتك، هو طبعا احنا الاول خلينا نقول ان احنا لما تحركنا في عمليه برنامج الاصلاح الاقتصادي كنا كمان بنواجه بعض من التداعيات والتحديات الصعبه بالنسبه لنا، كان منها زي ما تفضل الزميل محمد نجم وحضرتك يعني تفضلت بالتوصيف، التضخم ده جاي لنا من الخارج. ليه؟ لان النهارده اكيد حضراتكم تعلموا جيدا في ارتفاع كبير جدا في سعر برميل البترول، في ارتفاع كبير جدا في عملية التحرك في سلاسل التوريد وحركة النقل، فده بيجي لنا عبارة عن الغلاء من الخارج، ده اللي بنسميه احنا التضخم الخارجي. ده غصب عننا، الدولة بتواجهه بأكثر من تحدي، بعبارة ان هي بتزود المعروض الكبير جدا من كل السلع الموجودة داخل الدولة، الأمر الآخر بتواجه بيه زيادة في مستويات الدخل لجميع شرائح المجتمع. ده بيكون نتيجة فندم انه بيحد من عملية ان احنا ممكن نوصل للكساد او للتباطؤ الكبير. ليه؟ لان ممكن يكون فعلا عندك تضخم او ارتفاع في الاسعار زي ما احنا بنقول، ولكن في كساد، الناس ما بتشتريش خلاص لما بتوكبش، لكن الدولة بتتحرك تحرك ايجابي وسباق. ليه؟ لان احنا شايفين ان خلال العام ده الناس بتتكلم في العالم الخارجي كله ان التضخم بيكون في ازدياد، وكمان ان مؤشرات المعدلات برميل البترول هيكون في ازدياد، فده هيأثر تأثير كبير جدا على الأسعار. فالدولة ابتدت عملت حاجتين الأولين، أولا عملت الأمن القومي الغذائي والبترولي وطبعا التحوط الكبير في السلع الاستراتيجية، وعلى الجانب الآخر بتزود نسب معدلات الدخل بنسب تواكب معدلات التضخم. والامر الاخر كمان اللي في غايه الاهميه ان احنا مؤشر لغايه عندنا اللي هو مؤشرات الفايده، معدل الفايده فندم النهارده لغايه دلوقتي ايجابي. ليه؟ احنا تقريبا 11% ده على الشهادات، وبالنسبه لنا التضخم في حدود 7% ده على مدار 2021 السنه الماضيه، فانت لسه عندك معدل فايده ايجابي 4%، فالمواطن الحمد لله ليه عليه مردود ايجابي في مستويات سواء الادخار، سواء ان مؤشرات التضخم بتحاول الدوله تحجمها، سواء ان احنا النهارده كمان بنزود مستوى الدخل لكل المواطنين. طيب دكتور مصطفى، رئيس عبد الفتاح السيسي ايضا الحقيقه اطلع على مستهدفات مشروع موازنه العام المالي 2022-2023، وطبعا اللي بتسعى لخفض العجز الكلي لنحو 6.3% من الناتج المحلي. سؤال حضرتك يا فندم، رؤيتك للسياسة المالية المصرية في ظل طبعا التضخم العالمي زي ما حضرتك تحدثت، وفي كمان ظل أن الدولة المصرية مهتمة بالإنفاق على التعليم والصحة والطرق والكباري وما إلى ذلك وزيادة الاستثمار المباشر في مصر، فرؤية حضرتك، رؤية حضرتك يا فندم للسياسة المالية المصرية إيه؟ خلينا نقول امبارح يا فندم كان في عدد من القرارات اتخذها فخامة الرئيس مع السيد وزير المالية بعد عرضه للموازنة العامة اللي هي 2022-2023.
طبعا زي ما احنا شفنا في تعيين ل 30,000 معلم، ده هيحل مشكله وزاره التربيه والتعليم اللي كان دايما السيد الوزير بيتحدث ان عنده عجز كبير جدا في مستوى المدرسين او مستوى التعيين. ده حل كبير جدا من جانب من الحكومه. الامر الاخر في توجه كبير جدا بمسار ان الفائض الاولي في الموازنه لازم يكون في مقدار 1.5% ما نتراجعش عنه. لازم جزء من السياسه الماليه اللي احنا بنتكلم عنها. الامر الاخر كمان في غايه الاهميه عمليه الاسراع في الاصلاح الميكاني للضرائب والجمارك. ليه؟ علشان نقدر نسرع من عمليه التسجيل دايما للموردين والمستوردين، ده يقدر يسرع كمان عمليه الانتاج داخل المجتمع. كان في بعض من المستوردين ورجال الاعمال بيشتكوا في التاخيرات نظرا للتحدث الجديد اللي في التكنولوجيا. ده كمان وجه دي فخامه الرئيس من قبل نهايه السنه. دكتور مصطفى، حضرتك في 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 حديثك تحدثت عن الفائض الاولي في الموازنه، غير المتخصصين عندهم لبس في هذه النقطه، ازاي احنا في وضع السياسه الماليه والموازنه العامه للدوله بنقول ان احنا بنستهدف ان يقل العجز ل 6.3% في الموازنه، بس في نفس الوقت بنقول ان في فائض اولي في الموازنه 1.5%. فايه ممكن نشرح بشكل مبسط للساده المشاهدين فكره الفائض في الموازنه، الفائض الاولي والعجز الكلي في الموازنه؟ خلينا نقول يا فندم العجز الكلي ده الفرق ما بين كل الايرادات الخاصه بالدوله وكل ما هو مصروف من الدوله. فبتلاقي ان عندك الايرادات اقل من المصروف في حدود 6% و3 من 10. يعني احنا الدوله بيبقى عندها عجز في حدود 6%. عظيم. ما عندهاش مصروف تكمل بيه، فبيبقى ده بالنسبه لنا عجز. ولكن لو حضرتك اختصمت او قصرت يعني طرحت منه فوائد الدين بقى من جانب المصروف، لما تيجي تقول ان مصاريفي كلها مثلا اللي هم الواحد وسبعة من عشرة او ثمانية من عشرة ويمكن انا اتخطى اكتر من كده التريليون دول، جنبت منه فوائد الدين، هتلاقي ان انت عندك الحمد لله فائض. ليه؟ لان انت ابتدينا الحمد لله نزود من معدلات الايرادات والحصيله الضريبيه. يعني بشكل بسيط كده الفرق الزايد هو الفايده بتاعه الفلوس اللي احنا استلفناها سواء دين داخلي او دين خارجي، ده اللي بيعمل العجز اللي احنا وصلنا له اللي هو بنتكلم في 6.3%. لكن لو شلنا الفلوس اللي احنا بنسددها للفلوس اللي احنا استلفناها قبل كده هنلاقي ان احنا محققين فائض في المدخول 1.5%. بتخصم الفوائد، بتشيل الفوائد، بتقول الفوائد دي كل سنه لو شلتها بتشوفها بتقل، بتعرف ان انت الحمد لله في مسار صحيح في عمليه السياسه الماليه. ده يا فندم النهارده بيوريك البرنامج بتاعنا كله. خد الموازنه كلها كده، احنا عندنا الموازنه فيها اربع بيبان اللي هو باب الاجور والدعم طبعا والاستثمار، كل ده النهارده لو بصيت فيه بتلاقي ان في تحرك ايجابي. ليه؟ لان الدوله بتزود الاستثمارات، فبتزود تنميه، بتزود مشروعات قوميه، ده بتقدر تبني عليه حركه التسويق لجذب الاستثمارات المباشره اللي حضرتك كنت بتسالني عليه. بمعنى النهارده بتلاقي عندك زياده في الاستثمارات في التكنولوجيا، زياده في الاستثمارات في محطات الطاقه، في زياده في الاستثمارات مثلا في وسائل النقل، في المناطق اللوجستيه او المناطق اللي هي زي ما بنسميها محور قناه السويس. كل ده فندم النهارده بتعمل ليك تنميه مستدامه. عظيم جدا. دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا. نفس السياق أيضا كان في من ضمن التوجيهات الرئاسية هو إجراء إعلان لتعيين 30,000 مدرس وتخصيص مبلغ 1.5 مليار يعني 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية. قراءة أخرى في هذه التوجيهات تحديدا معانا على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك في صباح الخير يا مصر. صباح الخير أستاذ جمال، وصباح الخير أستاذ حسام. أهلا بيك يا فندم. يمكن احنا تحدثنا يا فندم عن التوجيهات الرئاسية بزيادة الحد الأدنى للأجور وأيضا إقرار علاوتين. خليني أسأل حضرتك على الجانب الآخر، اهتمام سيادة الرئيس بدعم منظومة قطاع التعليم العالي والجماعي في مصر، بما أننا بنتكلم تحديدا عن توجيهات سيادته بتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات، رؤية حضرتك يا فندم ولو تشرح للسادة المشاهدين هذا القرار.
اولا تحياتي لكم ولكل الساده المشاهدين. القرارات اللي صدرت امبارح هي قرارات في منتهى الاهميه على اكثر من صعيد، هي تمنيات وامنيات ومطالب كان كثيرين بيطالبوا بيها وينتظروها من زمان. النهارده هذه الاجراءات لما صدرت انا اظن ان هي حققت يعني شيء مهم جدا، كنا كتير جدا من غالبيه الشعب بينتظروا، ان هي النقطه المهمه اللي فيها ان هي خاطبت اكثر من جهه، يعني كل موظفي الحكومه، كل المدرسين، كل جزء كبير من اساتذه الجامعات، سواء طبعا فيما يتعلق بالموظفين المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه وغير المخاطبين بيهم، العاملين في البحث العلمي، طلاب كليات الامتياز اللي هم اللي بيشتغلوا في كليات القطاع الطبي كلها. فلما يجي كما نعلم يعني المدرسين او ازمه التعليم، التعليم عباره عن فصول ومعلمين ومنهج، المنهج المفروض بدانا في تطويره. اللي كان عندنا قبل هذا القرار العجز في عدد الفصول بيصل الى 250 الف فصل، تكلفه الفصل في اقل التقديرات بتصل الى نصف مليون جنيه، وده تقديرات دكتور طارق شوقي وزير التعليم. العجز في المعلمين كان وصل الى 260 الف معلم في مختلف التخصصات، ال 30 الف معلم بيكلفوا ميزانيه الدوله مليار جنيه في ظل الحد الادنى للاجور القديم اللي هو 2400 قبل ما يبقى 2700، وبالتالي ده المفروض الدوله طبقا لده محتاجه 9 مليار دولار، 9 مليار جنيه لهذا الامر. بدون طبعا بدون وجود معلمين، اولا عدد معلمين كافي ثم مؤهلين، يصعب ان احنا نتحدث عن تطوير التعليم. فبالتالي قرار امبارح ان احنا نعين 30,000 مدرس كل سنه لمده 5 سنين، معنى ذلك ان احنا بدانا نعالج هذه المشكله العميقه والشامله. وبدون تطوير التعليم مش هنقدر نتكلم عن تطوير اي قطاع اخر. ليه؟ لانه المعلم الجيد والفصل المبني كويس والمنهج الكويس هو اللي يخرج لينا الدكتور والمهندس والاعلامي والمهندس والمحاسب وكل التخصصات دي. في النقطه دي تحديدا استاذ عماد، واعذرني على المقاطعه، احنا كان من فتره عندنا في شكوى من حمله الماجستير والدكتوراه وطلباتهم التعيين في وزارة التعليم وتثبيتهم وما إلى ذلك من أمور أكيد حضرتك على دراية بيها، وفي نفس الوقت حضرتك ذكرت فكرة العجز في عدد المعلمين عشان يواكب التطور اللي حاصل في تطوير المنظومة التعليمية. لكن على الجانب الآخر، أنا النهاردة في بداية الحلقة كنت بتكلم على فكرة تغليظ الفلاتر أو تجديد الطريقة أو المنظومة اللي بيتم على أساسها اختيار من يقف في الفصل ويدرس للطلبة، الفرق ما بين المدرس والمعلم عشان نقدر نعين 30 ألف مدرس يواكب المنظومة التعليمية. هل وزارة التعليم الآن قادرة على انتقاء مدرسين حقيقيين أو معلمين حقيقيين من خلال وضع منظومة حقيقية لاختيار مدرس تربوي أو معلم بعيدا عن من تم تعيينهم في فترات سابقة بدون ما حد يزعل، ممكن ما يكونوش على مستوى المعلم الحقيقي؟ طبعا دي نقطه جوهريه يا استاذ حسام، وهي اللي بتشغل انا اظن يعني مربط الفرس زي ما بيقولوا. لانه انا امبارح سمعت الدكتور طارق الشاوي بيتكلم بيقول ان الوزاره كانت بتخطط وبتعد كل هذه الامور قبل اعلانها امبارح، وان هي قبل موافقه الرئيس طبعا، وان هي جزء من الاستعدادات ان هي هتعيد يعني تطوير كليات التربيه عشان تعرف تخرج معلم المعد او اللي يقدر يتعامل مع النظام الجديد اللي حضرتك بتتكلم عليه. بمعنى ان انت يكون عندك اولا خريطه بالعجز اللي موجود في المدرسين في اي مناطق اكثر في اي سنه دراسيه، وبعد كده في اي تقول بقى هعمل ايه عشان يبقى عندي هذا المدرس متخصص مؤهل بجد. القصه مش انه مين اللي اتخرج كويسين، وممكن يبقى من الناس اللي 36,000 في المسابقه يبقى فيهم ناس كويسين، لكن انت لازم تبقى عامل انا المدرس اللي هيعلم الناس المفروض يكون عارف الكمبيوتر كويس، عارف التطور في الذكاء الاصطناعي، عارف كل الثوره التكنولوجيه اللي حصلت في عشان يقدر يخلي التلاميذ دول او الطلاب على اعلى مستوى، لانه مش ينفع اجيب واحد بالادوات القديمه يعلم طلاب او تلاميذ ربما يكونوا اكثر درايه منه فيما يتعلق بالاستغلال التكنولوجي على سبيل المثال. فبالتالي اعداد المعلمين او اختيار المعلمين 150,000 معلم على مدى 5 سنين ده مساله في منتهى الاهميه، واتمنى ان هي تتم على اعلى درجات الاحترافيه، وان احنا نحط معايير الاول ما انت تنطبق عليه المعايير
هو ده من يتم اختياره، لانه زي مره ثانيه التعليم هو يعني اهم نقطه في منظومه التطور والتقدم والتنميه. بدون وجود مدرس جيد مش هنقدر نلاقي، بالمناسبه بما فيه بس مش الدكتور والمهندس والمحاسب والعلامه، لا انا محتاجين برضو التعليم يخرج لينا فنيين حقيقيين من اول السباك للنقاش للناس دي، لان احنا بدانا للاسف الشديد نستورد عماله من اسيا عشان يشتغلوا فنيين في بعض المصانع المصريه، بنديله عمله صعبه. صحيح. ودلوقتي يا فندم بقى عندنا كمان اهتمام كبير جدا بالمدارس التكنولوجيه والتعليم الفني ايضا. طبعا التعليم الفني هو لا يقل اهميه عن طبعًا. التعليم العام، لانه التعليم الفني ده اللي بيخرج لي السباك وفن التكييف والفن اللحام وكل الفنيين دول اللي احنا محتاجينهم بصوره يوميه في حياتنا كلنا، وفي ظل عمليه التوسع الكبير جدا في البناء، عمليه البناء وخصوصا قطاع المقاولات، انت محتاجه الفنيين في كل المجالات على اعلى مستوى. بكل تأكيد. طبعا احنا بنشكر حضرتك النائب عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، نشكر حضرتك يا فندم على كل هذه الإيضاحات. مشاهدينا نروح لفاصل سريع جدا، نرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر المستمرة معاكم لغاية الساعة 10 صباحا. اهلا بكل مشاهدينا من جديد. احنا عارفين دلوقتي ان هنلاقي بعض الامطار اللي موجوده في القاهره وكمان في العديد من المحافظات، يا ترى ده هيأثر على المرور ولا لا؟ خلينا نعرف دلوقتي في انسيابيه في المرور ولا لا، الطريق ماشي مفيش اي مشاكل، وهل في خدمات مروريه زادت فعلا بحيث انها تسهل الطريق للناس. خلينا دلوقتي نروح لزميلنا كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر عشان نتعرف معاه على احوال المرور النهارده من داخل الاداره العامه للمرور. صباح الخير عليك يا كريم، انا عارفه انك في الاداره العامه للمرور الجيزه، قول لنا بقى الوضع عندك عامل ازاي والاجواء، هل اتاثرت بسقوط الامطار البسيطه اللي حصل من شويه ولا لا؟ صباح الخير يا منى، صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. فعلا في متابعتنا للمرور يوميا وللمحاور الرئيسيه، يمكن النهارده زي ما شاهدنا من صباح اليوم في امطار خفيفه موجوده فعلا على معظم الطرق والشوارع، عشان كده كمان الاداره العامه للمرور هنا بتهيب بالمواطنين ان هم يلتزموا بالسرعات المقرره، ويا ريت كمان لو يقدروا يقللوا عن السرعات المقرره طبعا تجنبا لاي حوادث او يعني حفاظا كمان على سلامتهم، ولكن اكيد بناكد انه الطرق سواء كانت مفتوحة أو مغلقة، سواء كانت مزدحمة أو غير مزدحمة، يا ريت الناس فعلا تلتزم بالسرعات المقررة وتتوخى الحذر، مهم جدا جدا في الأجواء الممطرة دي. طبعا هي أمطار خفيفة زي ما احنا شايفين من صباح اليوم. خلينا نتكلم على المحاور الرئيسية عندنا، هنبتدي بأول محور دلوقتي وهو محور 26 يوليو، الكاميرا هتوجه ناحيته دلوقتي، ده هنا الجزء الخاص بمحور 26 يوليو من الاتجاهين، في الاتجاه المتوجه ناحية السادس من أكتوبر في سيولة مرورية عالية جدا، اللي حابب يتوجه دلوقتي لمدينة 6 اكتوبر يقدر يتخذ دلوقتي المحور، ويمكن دي الجزء الخاص بشارع السودان زي ما احنا شايفين الناحية الثانية اللي جاي من اكتوبر متوجه بقى ناحية شارع السودان او متوجه ناحية ميدان لبنان، في سيولة مرورية نوعا ما كويسة في كثافة متوسطة، لكن لحد دلوقتي الناس تقدر تتحرك في الطريق ده براحتها خالص مفيش اي مشكله. لو بدينا دلوقتي الكاميرا تتحرك على الشاشه اللي جنبها وهي محور مهم جدا، هو محور الاوتوستراد. محور الاوتوستراد زي ما احنا شايفين دلوقتي في سيوله مروريه عاليه جدا في الاتجاهين، سواء الاتجاه المتوجه ناحيه المعادي وسواء الاتجاه اللي جاي من ناحيه المتوجه ناحيه مدينه نصر، اللي الناحيتين الحقيقه على امتداد الاوتوستراد بالكامل في سيوله مروريه عاليه جدا الاربع حارات زي ما احنا شايفينها، لكن برضو مهما كان في سيوله مروريه لازم يا جماعه نلتزم ان احنا بالسرعات المقرره. هناخد طريق سريع كمان الشاشه اللي بعدها على طول، وهو يعني تقاطع محورين زي ما احنا شايفين، ده محور سعد الدين الشاذلي واللي تحته على طول الكوبري اللي احنا شايفينه، اللي تحته على طول ده طريق الاسماعيليه الصحراوي في الاتجاهين، هنلاقي انه الاتجاهين في سيوله مروريه عاليه جدا، ده طريق سفر دلوقتي الحمد لله مفيش اي شبوره، يقدر الناس تتحرك براحتها خالص دلوقتي، يعني الناحيتين في سيوله مروريه عالية. لو بصينا لطريق سريع تاني الشاشة اللي بعده وهي طريق السويس، طريق السويس كمان في سيولة مرورية عالية جدا، ولكن واضح
على الارض انه بالفعل في امطار كانت موجوده وانه ما زالت الامطار موجوده ولكن خفيفه، علشان كده عربيات مفترض تمشي بسرعه قليله او سرعه اقل من المقرره، ولكن بشكل عام الطريق مسموح ان انت تقدر تتحرك فيه دلوقتي بمنتهى الامان. لو بدينا كمان نتحرك بقى على جزء مهم جدا وشريان هام جدا هو الدائري. الدائري ليه ناحيتين، هناخد الناحيه الاولانيه وهو ده الجزء الخاص بطريق الرمايه والواحات. هنلاقي فيه اتجاهين هنا في وصله الدائري، الطريق المتوجه ناحيه الرمايه والواحات وطريق 6 اكتوبر في سيوله موريه عاليه جدا، اللي هيقدر يستخدم طريق اسكندريه الصحراوي في سيوله موريه عاليه جدا موجوده على الناحيتين، او حتى اللي جاي دلوقتي من 6 اكتوبر الناحيه الثانيه متوجه ناحيه البحر الاعظم، متوجه ناحيه المنصوريه، متوجه ناحيه المعادي، كل الطرق دي دلوقتي حاليا في سيوله موريه عاليه جدا جدا اللي حابب يستخدم الطريق ده. لو بصينا على الشاشه اللي بعدها وهو الجزء الاخر من الدائري او استكمال الطريق ده، موجود دلوقتي طريق البحر الاعظم من الدائري في اكتر من اتجاه، في الاتجاه المتوجه زي ما قلنا ناحيه المعادي، ومتوجه بعد كده لطريق سويس وما الى ذلك. كل الاماكن ده فيه سيوله موريه عاليه جدا خصوصا بعد الاصلاحات اللي حصلت وبعد التوسعات اللي ما زال جاري العمل عليها، هنلاقي الناحيه دي كويسه جدا جدا في سيوله موريه. كمان الناحيه الثانيه اللي حابب ينزل شارع البحر الاعظم دلوقتي زي ما احنا شايفين الطلعه الخاصه بالبحر الاعظم او اللي نازل للبحر الاعظم في سيوله موريه عاليه جدا، علشان كده اللي حابب يستخدم دلوقتي الدائري سواء ناحيه الرمايه او الواحات او البحر الاعظم يقدر يتوجه للطرق دي دلوقتي، هتكون في سيوله موريه موجوده زي ما تابعنا مع بعض الطرق الرئيسية وكمان الطرق السريعة نقدر نتوجه، ولكن الالتزام الكامل بالسرعات المقررة. والآن أعود إليكم مرة ثانية. شكرا لك كريم بيبرس من الإدارة العامة لمرور الجيزة، شكرا على الشرح الوافي. احنا زي ما احنا شايفين الطفرة اللي حصلت في المشروعات اللي موجودة على الأرض سهلت قد ايه المرور ويسرت علينا، وكانت واضحة جدا حتى برغم وجود بعض الأمطار الخفيفة الاستثمار في البنية التحتية فرق معنا. نتحول بقى لشكل تاني هو الاستثمار في الناس. احنا معانا فقرة مختلفة مع جمانة وحسام بنتكلم فيها عن الاستثمار في البشر، ازاي بنستثمر في عقل المصريين. اتفضل يا حسام. اتفضل يا حسام. واتفضل يا جوان. شكرا جزيلا يا منى، بشكرك شكرا جزيلا. ومن المشكلات اللي كانت بتقابل المصريين، الناس اللي عندها يعني طفرة في التفكير، المبتكرين، ان ابحاثهم وابتكاراتهم ما بتشوفش النور، يعني بتحط في الدرج كده زي ما بنتقال. مع التحول اللي بتشهده الدولة لازم يكون في جهة تتبنى تنفيذ وتسويق تلك الابتكارات، وده الدور اللي بيقوم بيه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اللي اتخذ بعض الخطوات الهامة اللي هيكلمنا عنها الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي للصندوق. صباح الخير يا فندم واهلا بك. على صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. كان زمان الناس تروح تسجل براءة الاختراع او تقول انا عندي فكرة، وطبعا في افكار كتير، الناس طول الوقت عندها افكار، منها الافكار يعني اعذرني البسيطه او المكرره وهم مش عارفين انها مكرره، ومنها افكار حقيقيه فعلا تستحق الرعايه. عايز ابتدي مع حضرتك مع فرز الافكار، ازاي بيتم فرز هذه الافكار؟ فرز الافكار بيبدا ان اي شخص في الاول يبقى عارف الفرق بين الابداع والابتكار والاختراع. زي ما حضرتك تفضلت ان في بعض الناس بيبقى عندها افكار بسيطه ومش عارفه انها اتكررت او ليها منتج او سابق تنفيذها، وفي البعض ثقافته محدوده، ولكن البعض عنده افكار بتبقى برضو جديده لكن هو مش عارف انها جديده او ايه الجديه اللي فيها او العائد اللي فيها. عشان كده بقى بنتكلم على ابتكار واختراع. الاختراع دايما بنقول ان الشخص بيعمل شيء لم يسبقه احد فيه، فبيسجل فكرته ويحتفظ بيها وبعدين يحولها الى منتج أو جهاز أو أيا كانت الفكرة. الابتكار أنا ممكن يبقى عندي شيء موجود اوريدي بيستخدم ولكن أنا بضيف عليه عشان أسهل المستخدم بتاعه أو ينتشر أكثر أو يبقى أقل تكلفة. فبالتالي الأفكار المبتكرة أسهل من الاختراعات. مش كل اختراع أو كل ابتكار يبقى ليه مردود اقتصادي وجدوى اقتصادية، فبقى مهم جدا الفكرة نفسها أول ما تطرح نقيمها زي ما بقول حاجة اسمها الجاهزية التكنولوجية، هل هي جاهزة للتنفيذ ولا مجرد فكرة في عقل المبتكر أو المخترع. في تكنولوجيا تقدر تنفذها خلاص، يبقى احنا بنشوف مستوى الجاهزية التكنولوجية وإلى أي مستوى تم التحقق علميا من الفكرة، اتعمل نموذج أولي منها ولا لأ،
ثم بعد كده يبدأ ما يسمى الجدول الاقتصادية والمردود الاقتصادي. فإذا كان الفكرة أو الابتكار أو الاختراع لما يدرس دراسة سوق ويتقال ده لو نزل السوق هيبقى ليه مردود، الناس هتستخدمه لما في الحالة دي، يبقى شيء مجدي، عشان ده بيفرق ما بين الأفكار والاختراعات الكتيرة اللي بتبقى في الإدراج والابتكارات والأفكار الجديدة اللي على طول بتنتشر في السوق. طيب دكتور، يمكن حضرتك ده شرح الحقيقة مفصل وافي للمقارنة أو الفرق بين الابتكار والاختراع. دور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إن كان تجاه الابتكارات أو الاختراعات. تمام. الصندوق في الأصل أنشئ بتوجيه من سيادة الرئيس في عام 2017 في الاحتفال بعيد العلم، إن هو ينشأ صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب والنشأ. فزي ما حضرتك تفضلت في المقدمة إن الأفكار دي اللي موجودة يتم تبنيها إزاي، وأنشئ الصندوق بعد ما اتخذت الإجراءات وبقى ليه قانون خاص بإنشاؤه، والقانون صدر في 2019 وإحنا بقالنا حوالي سنة تم تشكيل مجلس إدارته ونظام عمله. في الآلية دي الصندوق بيشتغل على أكثر من محور، يعني الصندوق مكلف بأنه يهيئ بيئة محفزة للابتكار، البيئة نفسها، ثم تبني الأفكار وتطويرها وتمويلها. أنا ممكن تجي لي فكرة بسيطة لازم أنا أساعده عشان تطويرها توصل لمنتج أو توصل لخدمة ليها جدوى. كذلك إتاحة الدراسات الجدوى السوقية ودراسات الجدوى للمبتكرين، لأن المبتكر ممكن يكون إمكاناته بسيطة، دراسات السوق ودراسات الجدوى مكلفة، فيبقى الصندوق عليه دور إن هو يستعين بخبراء بشركات، بخبراء كأشخاص، إن هم يوفروا هذه الدراسات عشان نساعد المبتكرين في هذا الشأن. الصندوق مكلف برضه بإن هو ياخد الأفكار ويوصل بيها إلى منتج، يبقى فيه مراحل مختلفة ليه. الصندوق مكلف إن هو يدخل في شراكات أو ينشئ شركات مبنية على الابتكارات والاختراعات وتطويرها. فالصندوق ليه قاعدة واسعة مختصة بالابتكار والاختراع، فبيبدأ من أول التوعية، إيه الابتكار وإيه الاختراع عشان نعمل قاعدة ومفهوم وثقافة تبقى منتشرة. الجزء الثاني بناء قدرات، دورات تدريبية مكثفة تفهم سواء من السن الأطفال لسن الطلاب في المدارس للجامعة للباحثين هو إيه الابتكار وكيف تحول الابتكار إلى شركة وبزنس خاص بيك اللي هي ريادة الأعمال. فالصندوق برضو بيعمل بناء قدرات في هذا الاتجاه. الجزء الثالث المسابقات، الصندوق عامل مجموعة برامج للمسابقات عشان نستكشف منها الأفكار الأفضل اللي نقدر ننميها، والمسابقات ملهاش حدود، بنشتغل مع المدارس الثانوي، نشتغل مع الجامعات، نشتغل مع الباحثين، بحيث يبقى في نوع من المسابقات نستخلص منها افضل الافكار وممكن نصعد منهم كمان يمثلوا مصر في المسابقات الدوليه. الجزء الرابع ان انا اعمل تطوير، والتطوير ان واحد عنده فكره، الفكره بعد ما نفحصها فنيا نلاقيها مقبوله ولكن عايزه ارشاد اكاديمي او علمي او تكنولوجي، نوفر له هذا المرشد يساعده ويطورها لحد ما نوصل بيها مرحله قابلة للتنفيذ ومدروسة إن ليها مردود اقتصادي. فده أربع محاور بيشتغل عليهم الصندوق، يقدر يوفر فيهم سواء التوعية كثقافة، يقدر يوفر كبناء قدرات، يقدر يوفر كمسابقات عشان يظهر الأفضل، يقدر يوفر تطوير وتمويل للأفكار دي. طيب هل في شراكات مع شركات من قطاع خاص أو هيئات حكومية لتسهيل الوصول للمبتكرين، ومن الناحية الأخرى أو من الجهة الأخرى تسهيل دعمهم معنويا ولوجستيا وماديا؟ تمام. الشراكات ودي جزء مهم جدا ان احنا بنشتغل، احنا مش معزولين نفسنا ومش هنعيد اختراع العجله. المنظومه الدوليه معروفه بتشتغل ازاي وبتعتمد دايما على الشراكات. الشراكات احنا بدانا بشراكات مثلا داخل قطاع الوزاره نفسه مع اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا في برنامج اسمه طبق براءتك. بندور في البراءات اللي الناس اتسجلت اللي بنقول هي في الأدراج ما تنفذتش، وبنطلع منها الأفكار اللي مطلوبة لخطة الدولة. يعني عشان بس نفهم النقطة دي يا فندم، بندور في براءة الاختراعات بأثر رجعي اللي في مجموعة من المبتكرين عندهم حقوق ملكية فكرية مسجلين براءة اختراع، فاحنا عندنا قاعدة بيانات في أكاديمية البحث العلمي بالتعاون بين الصندوق أكاديمية البحث العلمي، الخبراء بيبدأوا يراجعوا الأفكار اللي في المجال الفلاني. الدولة بتتكلم في مياه، الدولة بتتكلم في طاقة، الدولة بتتكلم في زراعة، فبنشوف الأفكار اللي مطلوبة نفحصها وبنطلعها ونتواصل مع المبتكرين. أنت نفذت فكرتك ولا وصلت بيها لفين؟ لا ما نفذتش، نقدر ندرسها ونعمل عليها الدراسات بتاعتنا وبعدين نتفق معاه بحيث إن احنا نطبقها.
جزء تاني من الشراكات ده مثلا مع أكاديمية البحث العلمي، جزء تاني بنعمله مع قطاعات في الصناعة، بنشوف إيه اللي محتاجة الصناعة كأفكار ونبدأ نعمل إعلان عن نداءات يتقدموا بأفكار تخدم قطاعات للصناعة، فده بالشراكة مع جهات مرتبطة بالصناعة زي مركز تحديث الصناعة وهكذا. عاملين شراكات مع جهات أخرى في وزارة الاتصالات بحيث ان احنا نتكامل بعض، عاملين شراكات مع جهات بتمويل زي اليو ان دي بي، المشروع برنامج الامم المتحده الانمائي، فده برضو شراكات عشان طيب. هم فضل. دكتور عامر، لو انا شخص عندي ابتكار او عندي اختراع وشايف حضرتك دلوقتي موجود على صباح الخير يا مصر تمام، ومش عارف اروح بيه فين، اعمل ايه؟ احنا عاملين الموقع الالكتروني بتاعنا الويب سايت isif.org.eg. على الموقع عاملين حاجة اسمها بوابة الابتكار. بوابة الابتكار بيدخل الشخص بيعمل اكاونت ليه، حساب ليه، وبعدين يبدأ يضيف أفكاره، فكرة 2 10، كل فكرة بيخش بيتسأل شوية أسئلة يستوفيها، بيقول لنا إيه عن الفكرة، أنهي مجال التطبيق بتاعها، هو اسمها إيه، الهدف منها إيه، وبناخد الفكرة من على البوابة أوتوماتيك عشان ما يضطرش ينتقل هنا أو هنا، وبنشوفها مع أحد المتخصصين الفكرة في أنهي مرحلة من الجاهزية التكنولوجية. مراحل الجاهزية التكنولوجية مقسمينها دوليا لعشر مراحل. مجرد فكرة، لا، الفكرة تم إثباتها، الفكرة تم تطبيقها، الفكرة تعمل منها نموذج أولي، وهكذا مستويات مختلفة، فبنشوف في أنهي مرحلة من هذه الجاهزية التكنولوجية. إذا كان في مرحلة متقدمة احنا بنقول عليها TRL 4، الليفل 4 يعني احنا نقدر نشتغل معها على طول. اللي لقيناه أقل من المستوى اللي نقدر نكمل ونعمل دراسات سوق وننفذ، بيبقى المستوى ده بنعمل له حاجة اسمها حاضنات افتراضية، برنامج تاني يأهله ويطور له فكرته لحد ما تبقى جاهزة بيه. فالعملية سهلة، من خلال الموقع الإلكتروني يقدر يتقدم بأفكاره، هنتواصل معاه، بنقيمها ونقول في أنهي مرحلة دي ونتعامل معه. عظيم جدا. دكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا وكل التوفيق، عندك شغل كتير قوي الفترة اللي جاية ان شاء الله يا فندم. كتر خير حضرتك. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جدا. شكرا جزيلا. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، موجز اخباري جديد مع منى الشراوي، اليك منى. شكرا حسام. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إدانة مصر حكومة وشعبا للعمل الإرهابي الذي استهدف أراضي دولة الإمارات الشقيقة من قبل ميليشيات الحوثي. وخلال اتصال هاتفي بالشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تقدم الرئيس السيسي بتعازيه إلى بن زايد في ضحايا الهجوم الغادر الذي وقع بالقرب من مطار أبو ظبي الدولي، مؤكدا دعم وتضامن مصر مع الإمارات ما تتخذه من خطوات وإجراءات من أجل الدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها من الشعب الإماراتي الشقيق. وشدد الرئيس السيسي على ارتباط أمن واستقرار دولة الإمارات بالأمن القومي المصري، وذلك امتدادا للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وذلك خلال استعراضه مشروع ميزانية العام المالي المقبل 2022-2023 مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية وعدد من المسؤولين. ووجه الرئيس السيسي بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بتكلفة 18 مليار جنيه وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات واعتماد حافز إضافي لتطوير المعلمين يصل إلى 3 مليارات و100 ألف جنيه. وفي اجتماع آخر مع مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ورئيسي مجلسي إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة وشركة PIL للضمادات الطبية، وجه الرئيس السيسي بمضاعفة القدرة الإنتاجية المقترحة لمشروع إنشاء مصنع الضمادات الطبية عالية الجودة بما يساعد لاحقا على التصدير للخارج. ووجه الرئيس بتدقيق كافة التفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء مجمع صناعي ضخم في العين السخنة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية،
وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية العريقة في هذا الإطار، وباعتباره إضافة جديدة لمنظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، بما يساعد في تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر. أمر النائب العام بإحالة 5 متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات في قضية وفاة الطالبة بسنت بكفر الزيات، ووجهت النيابة العامة للمذكورين تهمة الإتجار بالبشر باستغلالهم ضعف المجني عليها وتهديداتهم بنشر صور مخلة منسوبة لها. أعلنت وزارة الصحة خروج 1399 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 336,028 حالة. وفي بيانها اليومي أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1303 حالات إيجابية جديدة و26 حالة وفاة. أعلن التحالف العربي تنفيذ ضربات جوية ضد معاقل ومعسكرات تابعة لقوات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال التحالف إن العملية تأتي استجابة للتهديدات المستمرة ولحماية المدنيين والأعيان المدنية. كان التحالف العربي قد أعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة على أهداف لقوات الحوثي بعد ساعات من استهداف منشآت مدنية في الإمارات والسعودية. أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز على تطابق وجهات النظر مع الجانب الروسي حول الدور المهم للمجتمع الدولي وعملية برلين لمساندة الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو السلام والازدهار، وذلك من خلال عملية شاملة بقيادة ليبية. وخلال لقائها مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرنشن، أوضحت ويليامز أن مشاوراتها الموسعة مع فيرنشن تناولت التحديات التي تواجه العملية الانتخابية في ليبيا وأهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء البلاد. ورياضيا، يلتقي المنتخب الوطني نظيره السوداني 9 مساء اليوم في لقاء الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون. وأدى المنتخب المصري تدريبه الأخير في 6:30 مساء الأمس بتوقيت الكاميرون على ملعب الجيش استعدادا للقاء السودان. نهاية موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. يوم السبت اللي جاي هيتم فتح باب القبول بجامعة الطفل، وده عن طريق التسجيل في كل جامعة بشكل منفرد. أيضا هيتم توفير أماكن إضافية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين. خلينا نعرف تفاصيل أكثر من دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير جمان، صباح الخير حسام، كل سنة وحضرتكم طيبين. يعني حضرتك الموضوع اللي بتتكلموا فيه من الموضوعات المهمه جدا اللي حقيقي يعني لها قبول مجتمعي بكل تاكيد يا فندم، ونظرا لاهميته خلينا نبتدي يعني بادئ ذي بدء كده نعرف الساده المشاهدين ايه هي جامعه الطفل وايه هي شروط الالتحاق بجامعه الطفل. طيب جمال، خليني اقول لحضرتك ان لو تذكري كان السيد الرئيس في 2014 اطلق مبادره نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وكان الهدف من برنامج جامعة الطفل هو تبقى مبادرة جديدة تتبناها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، يعني للتنقيب عن المواهب والنوابغ في مرحلة التعليم الإلزامي اللي هو التعليم قبل الجامعي. والبرنامج ده يعني معمول به في كثير من الدول الأوروبية بمسميات مختلفة، وبالتالي الأكاديمية تبنت برنامج جامعة الطفل بالتعاون والشراكة مع الجامعات المصرية كلها سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة وبعض المراكز البحثية أيضا.
من خلال هذا البرنامج بندي فرصة للأطفال اللي هم مهتمين بالعلوم وبالبحث العلمي وبالتكنولوجيا وبالابتكار وعندهم شغف بالبحث العلمي عموما يعني أنهم يتقدموا إلى هذا البرنامج ويتقدموا لأقرب جامعة لإقامتهم، وبالتالي فكل الجامعات المصرية مشاركة فيه فعندهم فرصة يشتركوا في الجامعة القريبة من محل إقامتهم يعني. وأكاديمية البحث العلمي من خلال المشرفين على البرنامج والمدير التنفيذي للبرنامج الأستاذ دكتور زين الفقي بالتعاون مع مجموعة من الخبراء المحليين وخبراء من الاتحاد الأوروبي وضعوا محتوى تعليمي مبتكر غير رسمي في مجالات محددة للأطفال. وتم الاتفاق عليه مع الجامعات المصرية المشاركة في البرنامج، والجامعات المصرية بتتبنى وبتتولى تنفيذ هذا البرنامج بالإضافة إلى فتح معامل الجامعات المصرية للأطفال والتلاميذ عشان يجروا تجارب عملية على أرض الواقع عشان يعني يشرحوا لهم بعض التجارب المبسطة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار. الجامعات اللي بتشارك في هذا البرنامج الأكاديمية بتقدم لها دعم مادي عشان تقدر توفر مستلزمات التجارب ومستلزمات البحث العلمي للتلاميذ وكده يعني. يعني البرنامج منذ يعني بدايته في 2014-2015 وهو قدم خدمات لحوالي أكثر من 18,000 تلميذ وبيبقى عليه إقبال شديد جدا، لدرجة إن إحنا بنضطر نقفل باب التقدم بعد دقائق فقط من فتحه لأن بيبقى الإقبال شديد جدا جدا على هذا البرنامج. طيب يا فندم، شروط الالتحاق بالجامعة، السن؟ إحنا السن بنشتغل على من 9 ل 15 سنة في المرحلة دي، وحقيقي يعني أهم ما يميز جامعة الطفل بقى إن إحنا ما بنحطش شروط خاصة بالمجموع أو الدرجات أو يكون الأول أو جاب الدرجات النهائية في مادة معينة، لأن إحنا بنرى إن الضوابط دي ممكن تخلي ناس موهوبين جدا يمشوا في المسار الغلط يعني. وإحنا كلنا طبعا بنعاني من المجموع الدرجات مش هو العامل المحدد الرئيسي، فإحنا بنسيب الفرصة لكل اللي عايز يتقدم وبناخد بأسبقية التقدم يعني. ما بنعملش امتحانات للولاد اللي عنده، طبعا بيجاوب بعض الأسئلة في الأول عشان نقدر نحكم على مستواه وكده ودرجاته، لكن كل واحد عنده شغف بالعلوم عنده فرصة أن يستفيد من البرنامج. ده مش ممكن يخلي حد ياخد مكان حد فعلا يستحق هذه التجربة؟ ما بيعرفش يملى الابليكيشن من الأول. يعني الابليكيشن فيه ضوابط معينة وفي حاجات معينة اللي حيملاها ويعمل successful submission أو يعني ينجح لآخر خطوة لازم حيكون حد كويس قوي. يعني في فرز؟ في فرق بس مش بالدرجات مش بالمجموع. لا قصدي فرز يا فندم مش فرق. فرز ايوه طبعا طبعا طبعا. عظيم. طيب دكتور، يعني حضرتك قلت ان بيبقى في عدد محدد وبيبقى في فرز زي ما حضرتك تحدثت مع حسام، فهل لو في طالب مثلا تقدم قبل كده وحب يتقدم مرة تانية أو يجرب مرة تانية، هل ده متاح ولا لأ؟ وعايز أعرف كمان من حضرتك، هل في رسوم للتسجيل أو الدراسة بهذه الجامعات يا دكتور؟ لا طبعا متاح، يقدم مرة واثنين وثلاثة، وما كانش السنة دي يبقى السنة الجاية. هي المرحلة العمرية بنتكلم على من 9 ل 15 سنة، ففي مجال كبير جدا ان اي تلميذ يعني مهتم يستفيد من البرنامج، ان ما كانش هو عنده 9 سنين يبقى هو عنده 10-11 وكده يعني. المهم يعني في فرصة كبيرة جدا. بالنسبة لا ما فيش رسوم خالص، هي منح بتقدمها الدولة موصلة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. ما فيش أي نوع من الرسوم. عايز أضيف برضه عشان الناس يبقوا عارفين إن الولاد المتميزين من هذا البرنامج بيشاركوا في مسابقات عالمية وبيسافروا، وفي ناس منهم سافروا روسيا قبل كده وشاركوا في مسابقات عالمية في روسيا وفازوا بمراكز متقدمة جدا يعني. كان حوالي أكثر من 25 أو من 20 ل 25 تلميذ يعني سافروا روسيا الاتحادية من خلال هذا البرنامج، وكل دي منح بتقدمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. عظيم جدا جدا الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا وكل التوفيق بالتأكيد. لسه مكملين مع حضراتكم، خلينا نروح لملف آخر وهو ملف هام جدا الحقيقة. البحيرات في مصر، البحيرات في مصر بيوصل عددها لتسع بحيرات بمساحة تقترب من 1,900,000 فدان، وبتعتبر من أهم مصادر الثروة السمكية في مصر بنسبة 12% من الإنتاج اللي
بيبلغ 2 مليون طن، بالرغم من كده انتاجها اقل من المطلوب. عشان كده وجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة رفع كفاءة الثروة السمكية بالبحيرات. دلوقتي الحقيقة في تحركات فعلية لتحسين عمل البحيرات وإنتاجها لمزيد من التفاصيل. معنا دلوقتي دكتور صلاح مصلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية. خلينا نعرف من سيادته إيه الخطوات اللي بيتم اتخاذها لأن احنا نقدر نزود إنتاجية البحيرات التسعة اللي موجودة في مصر. صباح الخير حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم حضرتك وكل السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني واحنا بنتكلم بوجود 9 بحيرات في مصر، ولكن الانتاج السمكي منها اقل من المزارع السمكيه بنسبه كبيره يا فندم. اولا سبب هذه الفجوه ايه، وايه الخطوات اللي الدوله ناويه تتخذها عشان تسد هذه الفجوه؟ طيب خلينا مبدئيا حضرتك نتكلم عن الفرق بين الاستزراع السمكي والمسطحات المائيه، علشان بس النقطه دي تكون واضحه امام الجميع. في فرق طبعا بين الاستزراع السمكي والمسطحات المائيه. المسطحات المائيه قائمه على المربى الطبيعي للاسماك في مسطح مائي بتغذيه طبيعيه، اما في الاستزراع السمكي فقائم على الاستزراع شبه المكثف او المكثف بتغذيه صناعيه بتكنولوجيا في عمليه الاستزراع، وبالتالي الانتاج في المزارع السمكيه شيء طبيعي ان يكون يفوق الانتاج بالنسبه للمسطحات المائيه في البحيرات المختلفه. يفوق لكن يفوق بهذه النسبه يا فندم؟ بالنسبة للمسطحات المائية والبحيرات زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، عبارة عن 9 بحيرات مصرية في الشمال والوسط والجنوب بتنتج حوالي 12% من إجمالي الإنتاج البالغ السنة دي أكثر من 2 مليون طن. فطبعا بالنسبة للمسطحات أو المساحة دي كلها تعتبر الإنتاجية إلى حد ما ما هيش مرضية، ولذلك كانت تعليمات السيد رئيس الجمهورية وتكليفاته وسيادته لينا منذ عدة سنوات بالبدء في عملية تطوير وتطهير المسطحات المائية والبحيرات المصرية وإزالة التعديات. كان في العديد من التعديات اللي موجودة على البحيرات المصرية سواء بالردم أو إنشاء بعض المنشآت أو ببعض الأنشطة الغير متطابقة مع الاستزراع السمكي أو مع الثروة السمكية. بالإضافة طبعا كان في هناك العديد من الصيادين بيقوم ببعض المخالفات الخاصة بعمليات الصيد، سواء كان الصيد في الأوقات أو الفترة الممنوع فيها الصيد لعملية التربية والتحضين للأسماك، أو بيصاد بمهنة أو بشباك مخالفة أو بأدوات مخالفة للصيد أو بيصطاد الزريعة. كل دي عبارة عن مخالفات موجودة، أو بيصطاد أسماك في فترة النمو الأولى. كل هذه المخالفات تم وضع ضوابط وقواعد شديدة جدا جدا، وتم تغليظ العقوبات في الجهاز الجديد جهاز حماية تنمية بحيرات الثروة السمكية، بحيث يكون أي تجاوز هيتم في هذه المراحل أو تعديات على بحيرات، احنا في المنزلة بس أزلنا أكثر من 5200 حالة تعدي على بحيرة المنزلة. طبعا في خطه موجوده ومتكامله وبتتم بالتنسيق مع الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه وعده هيئات اخرى لتطهير كل هذه البحيرات وازاله التعديات وازاله الحشائش وتطهير البواغيز وفتح مصادر للمياه جديده وتحليل دوري لهذه المياه ومدى جودتها وكفاءتها وتعديل التنوع البيولوجي واضافه الذريعه من الاسماك المياه العذبه خصوصا في المسطحات الخاصه بالمياه العذبه. كل هذه العمليات من التطوير والمتابعه والتدقيق بتتم وان شاء الله تم يعني ابتدينا فيها من سنتين، ومتوقع ان شاء الله ننهيها مع نهايه هذا العام، وبالتالي متوقع ان شاء الله الانتاجيه بتاعه هذه البحيرات تتعافى وتبدا ان شاء الله توصل للمعدل المرضي باذن الله تعالى. ان شاء الله. دكتور صلاح، عايز يعني اركز مع حضرتك اكتر على فكره الاعمال اللي بتتم داخل البحيرات، فكره التكريك للبحيرات، الاهتمام بجوده المياه فيها، لان البحيرات مش بتعمل لها صيانه دوريه، كان بيبقى فيها صرف مصانع، بيبقى فيها صرف صحي، نمو الحشائش، كل دي حاجات يعني كانت بتعطل فكره الاستزراع السمكي او الاستفاده من هذه البحيرات. فعايز اعرف من حضرتك بالتفصيل شويه بعد اذنك الوضع في التسع بحيرات، وهل لسه في شغل في بحيره من البحيرات دي ولا انتهينا تماما من كل هذه الاعمال؟ لا ساعتك احنا لسه ما زلنا شغالين بالنسبه لهذه البحيرات. ابتدينا في بحيره مريوط، وبعد كده اشتغلنا في بحيره البرولوس، واشتغلنا في المنزله بقالنا سنتين، وبحيره البدويل شغالين فيها من سنتين، ومتوقع ان شاء الله نكمل في خلال هذا العام.
كل هذه الأنشطة شغالة بجدول معين، منه ما هو زيادة في فتحات البواغيز وتطهيرها، إزالة الحشائش والبوص من بعض المسطحات اللي موجودة في البحيرات، زيادة تعميق البحيرة في بعض الأماكن. كل هذه الأنشطة طبعا بتتم خلال العامين الماضيين. بالإضافة طبعا يعني احنا لو اتكلمنا عن بحيرة ممكن ناخد وقت كبير، لكن عندنا ايضا بحيرة طارون فيها العديد من التحديات والمشاكل شاسلين فيها. كل هذه المراحل بتتم، يعني لو قلنا مثلا بحيرة البردويل تم إزالة الترتيبات في البغاز رقم واحد، تم تنفيذ قناة شعاعية رئيسية بتبعد عن خط الشاطئ الداخلي بحوالي 500 متر، تم تكريس قنوات لمنطقة شرق وغرب بغاز البردويل، فتح قنوات مختلفة للتواصل بين القنوات الشعاعية الموجودة في البردويل. كل دي حاجات بتتم بطريقة فنية محددة ومدققة وبتتم متابعتها بصفة يومية. طبعا بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور صلاح مصالحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، بنشكرك يا فندم على كل هذه المعلومات والإيضاحات. لسه مكملين مع حضراتكم في فقرات صباح الخير يا مصر، وخلينا نروح لموضوع آخر وموضوع مهم جدا أيضا. مبادرة رئاسية لإحلال السيارات بتستعد لضم بعض المحافظات وتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة. كمان تم فتح التسجيل على الموقع الإلكتروني لموديلات السيارات 2002 وما قبلها. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بيك يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين، وكل سنة والجميع بخير إن شاء الله. أهلا بيك يا فندم. لو في البداية تطلعنا على عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات حتى الآن. نحن الآن نتعامل على الموقع الإلكتروني المتخصص للمبادرة مع حوالي 36,500 طلب من المواطنين المصريين اللي بتنطبق عليهم شروط المبادرة، وأهمها أن يكون المواطن بيمتلك سيارة مر على تاريخ صنعها 20 سنة فأكثر. وكما ذكرت سعادتك، نحن الآن بصدد بدء السنة الثانية من المبادرة، وإتاحة التسجيل للموديلات القديمة 2002 وما قبلها. طيب يا فندم، عدد المحافظات في المرحلة الأولى من المبادرة، وأيضا إيه المحافظات المنتظر انضمامها للمبادرة؟ منذ إطلاق المبادرة في يناير 2021 ومنذ إطلاقها السيد رئيس الجمهورية، تم إلحاق 7 محافظات للمبادرة، اللي هي القاهرة، الأسكندرية، القليوبية، الجيزة، بورسعيد، السويس، والبحر الأحمر. والبعض قد يتساءل يعني لماذا بدأنا بسبع محافظات فقط دون الباقي؟ هنقول إن السبع محافظات دول كان لديهم الجاهزية الأساسية للبنية الأساسية للمبادرة، وهي إن يكون لديها عدد وافر من محطات تموين الغاز الطبيعي للسيارات، وأيضا أن يكون لدى المحافظة ساحات لتجميع السيارات القديمة وهي ما يطلق عليها ساحات التخريب. وكان السبع محافظات دول بالفعل لديهم هذه الجاهزية، ولكن نطمئن أهالينا ومواطنينا في باقي المحافظات أن طبقا للتكليفات الرئاسية بالفعل جاري الآن تجهيز باقي المحافظات على جميع مستوى محافظات الجمهورية، وإن شاء الله أي محافظة هتجهز بالبنية الأساسية لها سوف تشارك في المبادرة مباشرة دون النظر أو دون مسمى أي مرحلة. طيب دكتور طارق، في ختام مداخلتك أستأذنك تفكرنا وتفكر السادة المشاهدين إيه شروط الالتحاق بمبادرة السيارات، المبادرة الإحلال، يعني مين اللي يقدر يقدم وبناخد منه العربية، بنديله إيه مقابل هذه العربية أو مقابل السيارة؟ بداية أن اللي بيشارك في المبادرة لابد أن يكون مصري الجنسية من سن 21 ل 65 سنة في حالة التقسيط، وما فوق هذا السن يحق له المشاركة في حالة الكاش، أن يكون لديه سيارة قد مر عليها 20 سنة فأكثر. بنقول أن المبادرة بتتيح للمواطن المشارك عدة تيسيرات ومميزات وحوافز، أهمها أن بيحصل المواطن داخل المبادرة على تخفيض في أسعار السيارات الجديدة عن مثيلتها في السوق الخارجي. أيضا الجهاز المصرفي بيتيح مشاركة حوالي 31 بنك، هذه البنوك بتقرض المواطن قرض كامل ثمن السيارة يسدد لشركة السيارات
مباشرة، هذا القرض بيتاح بفائدة ثابتة قدرها 3%، وهذه الفائدة موزعة أيضا على عدد الأقساط. الأقساط بتتراوح إما 7 سنوات أو 10 سنوات حسب القدرة المالية للمواطن حسب اختياره. أيضا المبادرة بتتيح للمواطن وثيقتي تأمين، أحدهما على السيارة والأخرى على المواطن. هذا بالإضافة إلى ما تتيح الحكومة ممثلة في وزارة المالية من حافز أخضر بيسدد كمقدم للسيارة الجديدة إلى شركة السيارات مباشرة نيابة عن المواطن. هذا الحافز في حالة السيارات الملاكي 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22,000 جنيه، وفي حالة التاكسي 20% بحد أقصى 45,000 جنيه، وفي حالة الميكروباص 25% بحد أقصى 65,000 جنيه. عظيم جدا. دكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، شكرا جزيلا لوجودك معنا يا فندم. مشاهدينا نخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقرات صباح الخير يا مصر، استنونا. طبعا زي ما سمعنا من النهارده ماتش مصر مع منتخب السودان، منتخب السودان يمكن هو الحلقه الاضعف في المجموعه، لكن تفتكروا حضراتكم دايما والمتابعين كره القدم السودان بتيجي قدام منتخب مصر وبتعقرب في الملعب، ما بيبقوش سهلين يعني بحكم ان احنا بلد واحده وامتداد جغرافي، فيعني بيبقى الحاجات دي فيها حماس زايد في المباريات. وان كان منتخب مصر هو الاقوى على الورق والاقوى تكتيكيا في بطوله، يعني استاذ لطفي صباح خير الاول. صباح خير. البطوله دي عجيبه يعني في نتائج، يعني الجزائر يعني قاب قوسين او ادنى من الخروج، السنغال بتتعادل، الكاميرون اتعادلت على ارضها اول امبارح، غانا خرجت من البطوله، زيمبابوي كسبت امبارح، في المغرب اتعادلت كمان امبارح، في حاجه غريبه، تونس يعني محققه نتائج بس لو خسرت الماتش الاخير ليها ممكن تخرج، في البطوله دي فيها عك كتير. هو يا ريت العك يبقى كده على طول يعني. لا يبقى في مصلحتنا يعني مش احنا بس اللي بنخسر. لكن الجميل في افريقيا ان الكره بتتقدم في كل المنتخبات التي لم تكن لها باع في الساحة الأفريقية بدأت تظهر بشكل كويس قوي في هذه البطولة، وده شيء كويس أن البطولة بتقوى كل مرة، فده مؤشر كويس جدا أن لا الورق بيحكم ولا التاريخ بيحكم، أرض الملعب اللي بتحكم باللاعبين وبمستواهم وأدائهم في الملعب، وده اللي يؤكد أن الدور الأكبر بيبقى على اللاعبين جوه الملعب. المدرب مش ينزل يلعب، لكن اللعيبة هي اللي بتحدد مصيرها بأقدامها زي ما بنقول. المفاجآت واردة أن يبقى في مفاجآت، بس في مفاجآت فاقت الحد، يعني لم يكن أحد يتخيل أن غانا هتروح طبعا، يعني بتاريخها بلعبتها بمحترفيها، عايز تقول من هنا للصبح أقول، لكن في النهاية إنها كرة القدم، يعني البقاء للأقوى وليس البقاء للتاريخ أو للتاريخ أو للأسماء أو للقيمة التسويقية للاعبين. ما فيش شك إن البطولة دي إحنا بنشوف مفاجآت، ولسه هيبقى فيه مفاجآت، يعني على ما يكتمل دور 16 هيبقى فيه مفاجآت تانية، فشايف إنها بطولة جيدة، بطولة أفرزت منتخبات لم تكن في حسبان المتابعين والمهتمين بالبطولة ان يبقى ليها دور بهذا الشكل. ايا كان المستوى التنظيمي، مستوى التنظيمي هي لها ظروفها، يعني 4 سنين كتير قوي على ان تظهر بهذا المستوى التنظيمي، لكن في النهاية هي الظروف عندهم كده، فخلاص يعني هنتقبل ده طبيعي يعني. لكن المفاجآت أنا سعيد بيها لأنها بتعبر عن قوة ورغبة المنتخبات دي إنها بتقدم نفسها، لما بتبقى داخل بتدافع عن تيشيرت بلدك بهذا الشكل ده شيء رائع، الكل هي دي المنافسة الشريفة بقى اللي بنقول عليها. أتمنى إن الاستمرارية في الأداء يبقى بنفس المستوى اللي هو
في آخر جولة من جولات دوري المجموعات. طيب أستاذ لطفي، بما إن احنا بنتكلم بقى عن مفاجآت فلازم نتكلم عن مفاجآت التخصصية. احنا كارلوس كيروش وكان مثار جدل الحقيقة الفترة اللي فاتت، وسؤال حضرتك بقى من خلال المباراتين اللي فاتوا غينيا بيساو ونيجيريا، شايف منتخبنا ازاي؟ أدائنا عامل ازاي؟ لو هنتكلم على أداء اللعيبة أو كارلوس كيروش. طيب أنا هفكر أيام كوبر، إحنا كنا رافضين كوبر حصل. وأداؤه بس كان بيكسب فده اللي كان مدينا أفضلية لكوبر، إن نتائجه على أرض الواقع أفضل بكتير من المستوى اللي إحنا بنشوفه في الملعب. عشان أقول كروش في أول مباراة الناس حملته ما لا طاقة له، وده أنا شايف إن أنا كده بهدم المنتخب في أول لقاء، وارد إن أنا أخسر لكورة وخسرت قبل كده وخدت بطولة في أول ماتش، يعني ماشي أول مرة، فبالتالي إن أنا ماتش خسرته خلاص بقفل الصفحة دي وبفكر في اللي بعده. لكن إحنا تعاملنا مع المباراة برضو بتعامل جمهور شوية وسوشيال شوية، لأن الناس جريت ورا الترند وما جريتش ورا المنتخب. الترند كان بيقول الراجل بيلعب ناس في مراكزها، فكله لعب على الترند. اوكي انا ما عنديش مشكله، يعني ايه في ناس بتشتغل على الشغلان، لكن انا بشتغل على الملعب. الراجل حط صلاح ومصطفى في اماكن بالتبادل مش ثابتين. بس الحق يتقال اول 30 دقيقه مصطفى محمد كان وينج، انا مش مختلف 30 دقيقه كامله، انا مش مختلف. ما هو انت ما وصلتش يعني، ما هو انا ما بطلعش من التلت بتاعي، فبالتالي مش باين ان انا بغير. وعدم الطلوع من التلت ده مسؤوليه المدرب ولا اللعيبه؟ ما هو انا خلاص مش لاقي اللعيبه، انا مش لاقي اللعيبه، مش مسؤوليه مدرب، انا اللعيبه بتاعتي يعني خلاص وقعت مني. هو على ملامه نفسها المدرب ممكن لما بيطبق على ارض الواقع ما يعني ما يشتغلش زي ما بيقولوا، في بقى في ليه فكر ليه وجهه نظر. اكيد هو مش راح يخسر صح، يعني مفيش، انا مش جايب حد من بره عشان يبقى رايح يخسر، وحتى لو محلي ما هوش راح يخسر، اللي رايح راح يكسب او راح يلعب راح يلعب لعبه ينافس عشان يجهز نفسه، عنده ماتشين كاس عالم مهمين جدا هو جاي عشانهم صحيح. فبالتالي هو الراجل فوجئ ان الدنيا بتروح منه، فعلى ما اللعيبه شمت نفسها، ما هو احنا في الماتش كله ما فيش غير كورتين، كره مصطفى محمد وكره صلاح مظبوط صح، ده ماتش نيجيريا، فمحدش فينا شاف التحركات، لكن لما كنا بنطلع من التلت التاني كان بيبقى فيه، لكن مين في نص الملعب بيديهم كور؟ مفيش، فانت بتطلعش. يعني اللاعب وده عمرو السولية كان مصاب او راجع من الاصابه يعني. تمام، فبالتالي ما انت ما عندكش اللي يصدر كور سواء لمصطفى او لصلاح. وكان تريزيجيه تايه الصراحه، ما كانش حاطط رجله على ارض الملعب. ايه تريزيجيه كان بيلعب في النص برده كان تايه، ودي برضو تؤخذ على كيروش شويه انه لعب بتريزيجيه في مركز كان بيلعب فيه في الاهلي زمان ثالث نص ملعب، واعتمد عليه على نقل الكره من رجل النني، لكن تريزيجيه ما كانش موجود والنني ما كانش موجود، وحمدي فتحي يعني كان هيلاقي منين ولا منين. هو كان شايف ان هو بيجرب تريزيجيه لكاس العالم، حتى في مشاركات تريزيجيه غير جاهز، واحنا نتفق في ده، بس هو واضح ان هو مصمم ان هو يجهزه لكاس العالم، فواضح ان هو حاطه في البطوله دي بيجهزه. ممكن يديله 40 دقيقه، ممكن يديله شوط، يعني نختلف او نتفق فيه، ده ترمومتر بتاع المدير الفني، طالما ان انا ارتضيت ان الراجل ده هو اللي هيقود المنتخب فامر طبيعي ان ده كان موجود. فاحنا حاسين ان في ناقص واحد عشان تريزيجيه، الراجل لسه راجع من اصابه وبيدخل منافسات بطوله مش قادر في الملعب، امر طبيعي. هو نفس الشيء بتاع عبد الله السعيد برضه يعني يعني كبر سن عبد الله برضه، انا قلت الكلام ده مع حضرتك مزبوط. من شهر من ايام البطوله العربيه، ان يعني هيبقى بعيد قوي لو ادالك ماتش ادالك سنه مش هيديلك الثانيه، يعني وجود شرفي خلاص يعني، فامر ده امر طبيعي. لكن انت في الماتش انت ما عندكش حد كان بيخدم على المهاجمين بشكل كويس عشان يظهروا. هسألك سؤال صعب شويه، اتفضل يا فندم. صعب قوي مش شويه كده. السيناريوهين اتقالوا بعد ماتش نيجيريا وكملوا لغايه ماتش بيساو، واتقال من اسامي تقيله بقى في الكوره تمام، اسامي يعني اسامي تمام،
أول سيناريو الراجل ده جاي عايز ياخد الشرط الجزائي ويمشي، هو جاي بيلعب وحش عشان نمشيه فياخد الفلوس الكتير اللي هي سنة ونص من عقده اللي وقع عليها اتحاد أحمد مجاهد، الأستاذ أحمد مجاهد. وقامات تانية في الكورة لعيبة كانت تقيلة، أسامي يعني أسامي في الكورة، وأنا بصراحة دي ما شفتهاش في أي حتة في العالم. يعني ما معلش اتفضل يا جماعة، لعيبة مصر لازم تتلم، محمد صلاح كده والسولية والشناوي ييجوا ويقعدوا يشوفوا كيروش هينزل بمين في الملعب، 11 لعيب، وأول ما يحطوا رجلهم في الملعب يسيبهم من كيروش خالص وينفذوا لعبهم هم بقى، وكأن كيروش ما قالش حاجة. كيروش ده بس بيبقى بيختار ال 11 اللي بيلعبوا ويعني إيه نفضوا له. السيناريو الأولاني يعني حضرتك رد عليه، السيناريو الثاني أنا ما شفتوش في العالم، ما شفتش حد. لا الأولاني حضرتك ولا الثاني يعني مش 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 قادر أستوعبه. أنا معاك وسعيد بالسؤالين. السؤال الأولاني فيما يتعلق بكروش والراتب وأنه هو جاي ياخد فلوس ويمشي، ما هو كده كده ياخد فلوس ما عندوش أزمة، هو أوتوماتيك عقد واضح، أنا هاخد فلوسي تحت أي وضع هاخدها، فمش عنديش أزمة أن أنا أخد الفلوس. الأزمة مش في الفلوس، الأزمة أن أنا أنجح في هدفي. أنا سوري معلش هو ما بيكلفناش كتير يعني بالنسبة بالنسبة لإسمه عشان بس نقيم واضحين برضو مع الناس شوية تمام. فهو عشان اقول ان هو الراجل جاي ياخد فلوس ويمشي مش منطقيه خالص، وليس لها علاقه باي عقلانيه في مناقشتها، ومش هياخد ومش ريسك وللاسف الشديد طرحها بعد اول خساره مش في صالحنا. ما هي دي نقطه مهمه بقى يا استاذ لطفي، يعني برضو الهجوم، في هجوم زي ما حضرتك قلت سميته بترند على كارلوس كيروش، كان في هجوم طبعا. وغير خلينا نقول غير مبرر، وناس اتكلمت في العقد واتكلمت عن التغييرات الغير منطقية من وجهة نظرهم اللي هو بينزلها، هو بيفاجئنا بالفعل، ولكن ليه وجهة نظر زي ما أي مدرب فني ليه وجهة نظر. شايف أن حضرتك هذا الهجوم أو هذا الترند وراء شيء، ولا هي حماسة زايدة على منتخبنا وغير على منتخبنا وعايزين نكسب وعايزين السوشيال فرد نفسه، السوشيال فرد نفسها على الوضع، بس أحيانا السوشيال بيكون وراء أجندة. وارد وارد ان في اجنده، مش مستبعد على فكره يعني، وارد ان في اجنده، امر طبيعي ان انا. طب هو الجمهور اللي كان رايح وكاتب على تيشيرت باي باي كروش اهلا بالعميد معناه ايه؟ اجنده برضه يعني. هي هي نفس الكلام، هي نفس السكه، هي نفس السكه اللي ما تسمعوش كلام كروش، ما هي نفس السكه برضه يعني ازاي ما اسمعش كلام المدير الفني؟ يبقى كل واحد ينزل الملعب يعمل كل واحد اللي عايز حاجه يعملها. يبقى انا كده هدمت المعبد في لحظه، شكرا خلاص، انا كده بقول لهم لموا الشنط وتعالوا، مفيش حد عقلاني هيتعامل مع هذه المساله. فالجزئيتين كانوا غلط، لان احنا تعاملنا مع الموضوع بلدي قوي بصراحه، لا فيها احترافيه هنا ولا فيها احترافيه هنا، بدليل الناس قالت لك بعض العقلاء قالوا ان صلاح كان ملتزم جدا بالتعليمات اللي قالها الراجل، ومعنى ان صلاح ملتزم بتعليمات اللي قالها الراجل يبقى في التزام من اللعيبه كلها على اعتبار ان ده الكابتن وان ده الاكثر احترافيه في المنتخب. بالظبط، واحد من ثلاث اهم لعيبه في العالم يلتزم، يعني معناها ان في احتراف، في انضباط، في تعليمات بتتنفذ، لكن مش معناها ان انا المساله تبقى سداح مداح يعني وتبقى بالشكل ده. احنا للاسف وقتنا بيخلص، انا اسف. فلا احنا للاسفين طبعا. فسؤال سريع جدا لحضرتك، تشكيل النهارده، مباراه النهارده، وسؤال اخر، توقعاتك لمباراه النهارده. هو مش هيخرج بعيد عن هو ربما بس اللي يعني ايه، هيبقى طبعا زيزو مكان عبد الله السعيد، لكن هيبقى نفس التشكيل اللي فات. توقع للمباراة الونش هيلعب مكانه مين؟ عبد المنعم، محمد عبد المنعم خلاص. بس ما فيش جديد في التشكيل. لكن توقعات المباراة، منتخب السودان منتخب محلي بيلعب قدام مصر، فعايز يعمل مباراة جيدة جدا، كان بيوصل على منتخب نيجيريا بشكل كويس في مباراته. محدش يستهان دايما بالخصم الذي لا يملك ما يبكي عليه، صحيح. فبالتالي هيقدم مباراة أكثر من رائعة، وهيحاول يعني إن هو يضغط علينا من بداية المباراة ويفرض أسلوبه علينا بدري. بياخد الفكرة هنا من ماتش نيجيريا برضو،
ان دي الفكره اللي هو هيلعب عليها، لكن ان انا اجيب جول مبكر هو ده اللي هيوقفني على رجلي بقيه 90 دقيقه، لان ده اللي هيخليني بستعيد ثقتي وبلعب بهدوء بشكل كبير. لان لو نلاحظ الماتش اللي فات كل ما اتاخر الفوز كل ما زادت الفاولات، كل ما زاد الارتباك، كل ما زاد التوتر العصبي، فده مش عايزينه. عايزين مباراه هاديه، لكن اتوقع انها تبقى مباراه قويه جدا، لان المنتخب السوداني ما عندوش حاجه يخسر. كم كم يعني ايه؟ كم كم تتوقع؟ كم كم؟ لا كم كم صعبه يعني، توقع هنشوف. يعني هقول اتمناها، يعني اتمناها ان احنا نكسب 2-0، يعني ايه تبقى عامله بس نوع من الهدوء شويه للجميع، للعيبه وللجمهور، عشان نفكر في المباراه اللي جايه. لان انا قبل ما العب دور ال 16 هيبقى عندي القرعه يوم 22 اللي هتحدد المنتخب اللي انا هقابله في تصفيات كاس العالم، فبالتالي محتاجين نهدى شويه ان شاء الله. يعني نشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا على كل هذه القراءات طبعا والمعلومات والايضاحات. نشكرك كمان الناقد الرياضي استاذ لطفي السقعاني، نورتنا في صباح الخير يا مصر، وضمت ضيف عزيز على قلوبكم. شكرا. طيب احنا كده وصلنا لختام حلقتنا النهارده، كنا معاكم زي كل يوم من الساعه 7 الصبح. ان شاء الله بكره حلقه جديده نكون نحتفل بيها مع حضراتكم فوز منتخب مصر في مباراته النهارده والتاهل لدور ال 16، ويعني ويكون القدر رحيم بينا ونلعب فرقه يعني ايه مش قويه قوي، يعني يبعد عننا كوت ديفوار والجزائر، وربنا يسهل واللي يعمل فيه الخير ان شاء الله. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.